مساكم الله بالخير وحياكم الله في حلقة جديدة وآخر الأحداث الرياضية في برنامجكم اليومي الديوانية. عندما بدأت السعودية العظمى في رسم شكلها الجديد المتطور والذي يتناسب مع قيمتها الكبيرة وتأثيرها على جميع الأصعدة، وفي الصعيد الرياضي كانت المطالب الإعلامية الرياضية عطفا على كل ذلك أن تكون المملكة العربية السعودية وجهة رياضية عالمية وأيضا على مستوى القارة. واليوم وبعد النجاحات الكبيرة في استضافة الكثير من البطولات العالمية في أكثر من لعبة، جاء الدور على مستوى القارة، فبعد 10 مشاركات للمنتخب السعودي في بطولة كأس أمم آسيا، الاتحاد السعودي لكرة القدم يتقدم بملف طلب استضافة كأس آسيا لكرة القدم لعام 2027، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الآسيوي عن بدء استقبال ملفات الاتحادات الأهلية لتنظيم المسابقة. خبر انتظره الوسط الرياضي بفارغ الصبر منذ سنوات، وكلنا ثقة على أن يكون هذا الملف قادر على ذلك، عطفا على دعم القيادة الرشيدة وأيضا للمكانة القارية ولقدرة المملكة العربية السعودية على الاستضافة. وفي نفس السياق اليوم انطلقت بطولة طواف السعودية 2020، وهي البطولة العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. أرحب بضيوفي في حلقة اليوم، وخلوني أرحب حول أكيد موضوع سباق طواف السعودية لدراجات. معنا اليوم ضيف عزيز وهو الأستاذ عبد الله الزيد، مدير العمليات والمستشار الفني في الاتحاد السعودي للدراجات. مساك الله خير أستاذ عبد الله، سعيدين اليوم بوجودك معنا في الحلقة. الله يحييك أخوك عبد الله المزيد، أشكرك مزيد. وأشكر ضيوفك الكرام وشكرا على الاستضافة. طيب أيضا نرحب بضيوفي في الحلقة، أبدأ بالأستاذ عادل عصام الدين، الأستاذ حسن القرني، الأستاذ أحمد الفهيد، الأستاذ علي المرشود، والأستاذ أحمد العقيل، والأستاذ حمد الصويلحي. مساكم الله خير جماعة، مشرفين اليوم في الحلقة، وأكيد عندنا كثير من الحوار اللي راح يكون مع الأستاذ عبد الله بيجيبنا على كثير من التساؤلات حول طواف السعودية 2020. قبل البداية يسعدنا تواصلكم معنا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي في تويتر، وأيضا عبر حساب القنوات السعودية الرياضية للاطلاع على آخر أخبار الدوري السعودي، ويسعدنا أيضا مشاركتكم معنا في هاشتاج الديوانية واللي دائما ظاهر معك أسفل الشاشة. احنا دائما نبدأ الحلقة بالأخبار، آخر الأخبار في برنامج الديوانية. أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تقدمه رسميا بطلب استضافة كأس آسيا 2027، وذلك بعد إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن البدء في استقبال ملفات الاتحادات الأهلية الراغبة في تنظيم المسابقة الرياضية الأكبر في قارة آسيا. اختتمت اليوم المرحلة الأولى من سباق طواف السعودية، والتي انطلقت من مقر اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وقطع المتسابقين فيها مسافة 173 كيلومتر متجهين إلى نهاية المرحلة في مدينة جو، وتستكمل غدا المنافسة حينما ينطلق المتسابقين من حصن زدوس ليقطعوا مسافة 182 كيلومتر ليختتموا المرحلة الثانية في محافظة الدرعية البجيري. تنطلق غدا مواجهة الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بثلاث لقاءات. في المواجهة الأولى يلتقي ضمك مع نظيره العدالة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة يستضيف التعاون فريق الاتحاد في لقاء لن يكون سهلا على الطرفين، ويستقبل الهلال نظيره الرائد على ملعب جامعة الملك سعود بعد ثلاث جولات لعبها خارج أرضه. أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثلاثاء عن تأجيل المباريات الثلاث الأولى للأندية الصينية على صعيد دوري أبطال آسيا الذي تنطلق مبارياته في فبراير الجاري، وأوضح الآسيوي أنه اتخذ قراره بعد مشاركة ممثلين عن 6 اتحادات وطنية في منطقة الشرق، وذلك في الاجتماع الطارئ الذي شهدته العاصمة الماليزية كوالالمبور. جددت إدارة نادي النصر برئاسة الأستاذ صفوان السويكت عقد حارس الفريق الأول وليد عبد الله لمدة 3 مواسم قادمة. أبرمت جولف السعودية مذكرة تفاهم وتعاون مشترك مع هيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز تعاونهما في إنشاء وتطوير ملعب جولف من 27 حفرة مخصص لبطولة الجولف، وذلك في قلب مدينة الدرعية. طبعا انطلقت اليوم منافسات المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020، خلينا نشوف احنا التفاصيل حول هذه الانطلاقة في هذا التقرير.
انطلقت اليوم منافسات المرحلة الأولى من طواف السعودية 2020 والمدرج ضمن جدول الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية كبطولة دولية، مرحلة افتتحها رئيس الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس، بدأت في اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالرياض وانتهت في مركز السيباني بمسافة وصلت إلى 173 كيلومتر. جولة أولى تصدر فيها البرتغالي روي كوستا المشارك الفريق الإماراتي جدول الترتيب قاطعا مسافة المرحلة في 3 ساعات و52 دقيقة، على أن يستكمل السباق مراحله صباح الغد في منافسة تنطلق من حصن زدوس وصولا إلى منطقة البجيري بالدرعية بمسافة تصل إلى 187 كيلومتر. طيب خليني بفتح الموضوع معك استاذ عبد الله المزيد. اليوم هذا اول شيء بسالك عن طواف السعوديه، هذا اي نوع يعني، هو هو جبلي ولا لا؟ طبعا نوع ولا طواف السعوديه دراجات الرود الطريق، طبعا هو اول مره النسخه الاولى، وتكلموا كثير من انه يكون النسخه الاولى بالتنظيم الاحترافي اللي صراحة تشرفنا فيه وسعدنا فيه جميعا من لاعب الدراجات والهواة لهذه الرياضة. لكن طبعا من تأسس الاتحاد كان ينظم طوافات دولية، بدأت تبدأ من مناطق المملكة من شمال المملكة إلى جنوبها والعكس ومن شرقها إلى غربها. اليوم في عامنا هذا 2020 بدأنا نعمل بشكل احترافي يشرف ويشرف المملكة العربية السعودية، ويمكن اليوم شفتوا على الشاشات صحيح. كيف كان التنظيم الحمد لله رب العالمين، وهذا طبعا للدراجات الهوائيه للرود. اليوم وش كانت الانطباعات على اول يوم بالنسبه للمتسابقين؟ بالنسبه للمتسابقين بدون استثناء كانوا سعيدين جدا، وشافوا تضاريس جميله من البدايه للنهايه، هو الكل ما توقع انه بيكون بالشكل هذا بشكل بهذا التنظيم، أو أن يكون بالتضاريس اللي مروا عليها من بداية من اللجنة الأولمبية إلى مركز السيباني في محافظة الضرمة. اليوم أنتم في هذا الطواف يعني أنتم رايحين للموضوع العالمي بشكل كبير. صحيح. اليوم في متسابقين أيضا بارزين موجودين في السباق. صحيح. طبعا احنا في البداية نشكر سمو سيدي ولي العهد على الدعم اللامحدود للرياضة، والآن نرى الدعم يصب في رياضة الدراجات ولله الحمد، وهذا كان حلم لا يخفى عليكم ان احنا ننظم بهذا الشكل الاحترافي، كل دراجين في المملكة سعيدين بهذا الدعم، ونشكر سمو الأمير عبد العزيز أمير المحبوب أمير الرياضة على المتابعة الدقيقة والدعم اللامحدود أيضا. الحمد لله رب العالمين، كل المشاركين من جميع الدول وال18 فريق المشارك كلهم أبدوا سعادتهم اليوم. الحمد لله رب العالمين. اليوم مروا على إيش في التضاريس؟ اليوم مرينا على الجبال ومرينا على طويق، جبل طويق الشاهق، ومرينا على الصحاري، يمكن لاحظتوها الكثبان الرملية من جو للسيباني، كانت مناظر كلها جميلة. مرينا للأشجار في الوديان اللي قبل منطقة جو، كانت جميلة، كانت تضاريس جميلة، ويمكن سمعت معلقنا الجميل اليوم عبد الله السويدان كان يعلق على هذا الطواف وهو من المعلقين البارزين، فأضفى جمالا على هذا الطواف. نشكر صراحة وحضوره ويستاهل الله يعطيه العافية. أبو لما على هذا الطواف. مساء الخير أستاذ عبد الله والزملاء الكرام، طبعا أهنيكم عن المملكة بشكل عام في استضافة بطولة عالمية 18 دولة، يعني صار الآن ما هو شيء جديد أن احنا خلال أسبوع واحد نستضيف بطولتين عالميتين. صحيح. أو منافستين أو حدثين عالميين. الجولف أكبر مفاجآت المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة هذه السنة، وأيضا الآن الإضافة الدراجات. أنا حقيقة يعني يمكن ما عندي معلومات كاملة، لكن أبغى أوجه سؤال. الفائز الأول اليوم كان برتغالي لكن مع الفريق الإماراتي. صحيح. بس نبغى يعني طبعا بالنسبة للمشاهدين. نعم. وأيضا سؤال فيما يتعلق بالتصنيف.
هل مثلا هذه البطولة لها تصنيفها الخاص أو هي إضافة لسجل المشاركين في بطولات أخرى أو بشرت تعطينا معلومات حول؟ نعم. بالنسبة للاعب كوستا طبعا هو لاعب من ضمن فريق الإمارات، وهذه الفرق تكون فرق احترافية، تكون يكون لها رعاة، يعني بإمكان أي دولة أنها تنظم فريق تستقطب فيها أبطال العالم وتطعمه بلاعبين من أفضل اللاعبين عندها حتى يتم إن شاء الله يعني رفع مستوى اللاعبين في نفس البلد. زي ما شفنا اليوم ما شاء الله تبارك الله أخذ المركز الأول، كان في منافسة. طبعا هو ينضم أو ينتمي إلى فريق الإمارات المحترف، وأيضا في فريق مريدة البحرين معنا أيضا مشارك في هذا الطواف. وهذا حق مشروع، يعني لكل فريق يبغى أحد يبغى ينظم يرتب له فريق ينظم فريق نفس 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 الوضع. أما التصنيف 2.1 طبعا في تصنيفات متعددة منها، بحيث أنه يكون اللف الآلي أو مستوى اللاعبين هذول عالي. فلو تلاحظون مثلا منتخبنا ما شارك، طبعا إحنا الآن شغالين على الفئات السنية والحمد لله لدينا 8 مراكز تدريب في المملكة وجالسين نشتغل. ليش ما شارك طبعا احنا ما راح نشارك لين يكون مستوى منتخبنا في نفس المستوى اللاعبين الدوليين هذولي. لن نسمح لأن المملكة تظهر بصورة يعني غير مكانتها. بس الآن هم في أي مستوى؟ لسه احنا تحت، ما زلنا تحت، يعني نبغانا الآن إن شاء الله 3-4 سنوات مشيئة الله يكون الأبطال القادمين مشيئة الله يكونوا يقدروا ينافسون يدخلون مع الفرق العالمية. أو نجلب لعيبة جانب أو زي وممكن نعم، وممكن تكوين فريق عالمي. موجودة عندكم كتير عفوا، فيها الخطة موجودة كتير نعم، أجيب أستقطب نعم أسماء بارزة في نعم الفكرة موجودة ومطروحة إن شاء الله للنقاش لتشكيل فريق عالمي نعم يمثل المملكة العربية السعودية في جميع المحافل هذه لنقل صوره المطلوبه عن المملكه العربيه السعوديه. اذا سمحت لنا طبعا يمكن اللعبه انا الحقيقه يعني لا افهم في اللعبه ولا افهم في قوانينها ويمكن حتى ما اتابع، يعني مو عيب ان الواحد يعترف انه لا يفهم فيها. بس انا عندي يعني لاحظت شيء في يمكن 3-4 سنوات الاخيره، واتمنى اذا عندك تفسير له، انه يعني في المجتمع السعودي صار استخدام الدراجه من باب الرياضة يعني مش وسيلة تنقل، صار شائع يعني أمر شائع. والغريب في الموضوع هذا أنه حدث فجأة، يعني هل هي عدوى تنتقل من شخص لآخر؟ هل نسبة الوعي والتوعية الصحية زادت، خصوصا وانت تتكلم عن بيئة غير مهيئة أبدا للدراجات أبدا؟ وأتذكر في هالصدد لجنة التنمية في محافظة مرات، يعني تبعد عن الرياض تقريبا 160 كيلو، سووا فعالية سباق دراجات وأعلنوا عنهم. طبعا كانوا يتوقعون أن فعالية بتكون خاصة بال يعني بتقدم لها اللي في كم دراج في المنطقة، دراج غير معتمد، يعني دراج من باب الرياضة والهواية، يعني أنه حيجي عدد من 15-20-30 دراج. اكتشفوا بأن عدد المتقدمين رجال ونساء عدد كبير يتجاوز 300 أو مدري 500 أو 600، كان رقم كبير، يعني انه يجون ناس من الرياض ومن وابعد من الرياض من كل المدن والمراكز المحيطه بمحافظه مرات. كان امر صادم لهم الحقيقه، لما نقول نقلوا لي الصوره كان صادم لي جدا. الناس يعني ليه الناس يعني وين كانت موجوده؟ انت بحكم انه يعني داخل في هالاتحاد وداخل في هاللعبه ومتعمق فيها، هذا وش تفسره؟ طبعا رياضه الدراجات موجوده من زمان، انكم فتحتوا في المسارات في الطواف ايضا للمتطوعين. نعم او الممارسين الهواة. نعم الهواة. كلهم مشاركه. نعم طبعا لعبه الدراجات موجوده من زمان، لكن مرينا بفتره ركود بسيطه، الان بدأنا نقفز مره اخرى. طبعا الدراجه صديقه للبيئه، يعني ما في شخص يركب دراجه اللي ينزل منها وهو سعيد. صحيح. ولو جربت انت الشيء هذا راح تكون من هواة الدراجه. جربت ونزلت ماني بسعيد. جربت سلف جدار اكيد احط ضايقك في الطريق. لا متعبه. لا هو دائما الانسان ياخذها بالتدريج ما يتعب نفسه، فراح تمشي بالتدريج ان شاء الله راح تكون محب وعاشق لها. طبعا النقل الدراج سابق عبد الله، يعني تشوفها بها لانه اللياقه هي تحتاج. صحيح. موضوع لياقه كبير. صحيح. هو الانسان ياخذها بالتدريج راح يوصل وراح يعشق هذه الرياضه. هي طبعا الكل يلعبها، كان طفل تلاقي الولد والبنت كلهم يلعبون الدراجة ومارسوها وهم صغار. الفترة الأخيرة كان في انتشار
أصدقاء ومجموعات، فيزيد يزيد يزيد الوعي ويزيد الانتشار من منطقة لمنطقة. الآن عندنا جميع مناطق المملكة، المدن والقرى والهجر تلاقي فيها مجموعات للهواة. طبعا طيب مسجلين رسميا ذولك؟ مسجلين عندنا بالاتحاد السعودي للدراجات، طبعا في رابط عندنا بالاتحاد، كل الداتا موجوده عندنا في الاتحاد. ايش تقدمون لهم اذا سجلتوا؟ ايش تقدمون؟ طبعا احنا حطينا بطاقه عضويه بمبلغ رمزي بسيط 9 ريال لا يذكر، مقابل خصومات كثيره. جلبنا رعاة بحيث انهم يقدمون للهواة التخفيضات ويسجلون كممارسين، مسجلينها كهواة. نعم كهوات. بعضهم الاغلب ممارسين، يعني نقول 90% ممارسين، يمكن 10% يطلع يوم وشهر ما يطلع، لكن الأغلبية اللي عندهم برامج ومرتبين. في عندنا أكثر من مجموعة ما شاء الله تبارك الله، حركة ونشطة. هم مجموعة مستقلة وعندهم تنظيم خاص فيهم؟ تنظيم خاص نعم. في عندنا مثلا، أنا ما ودي أذكر أحد وأنسى أحد بعدين يزعل، عندنا دراجتي، عندنا ما عندنا عندنا المسار، وعندنا أشياء كثيرة، وعجلات ومحل عجلات طبعا هو داعم لبعض المحلات هذه كلها. مسار الأخير اللي مع الأستاذ الزهراني الله يعطيه العافية، وعبد الله الوثلان كان معروف ورئيس مؤسس لمجموعة دراجتي الهوائية. وفيه طبعا في مناطق المملكة في دراج، وفيه يسمحون للأخوان الباقيين رؤساء المجموعات إن ما نقدر نحصيهم كلهم لأنهم كثر، يعني عندنا عدد كبير كممارسين. نعم كان نسجلهم كفرق عندنا بالاتحاد، ممارسين وليس منافسة. نعم ممارسة كل الهوات ممارسين. كم عددهم تقريبا؟ والله وصل العدد تقريبا إلى أكثر من 60,000. أوه ما شاء الله. هاوي هاوي نعم في المملكة العربية السعودية 60,000 ممارس. ممارس، ونطمح بمشيئة الله إنه يوصل في نهاية 2020 إلى 100,000 مشيئة الله. التسجيل عادي سهل؟ سهل جدا، عن طريق الموقع يدخل ويسجل وتوصل البطاقة إلى مكانه. يعني طبعا لو تحسب أن 70% و 80% من قيمة البطاقة إرسالية بريد، لكن الهدف الاتحاد ليس مادي، هدفه أنه نشر اللعبة ويكون فيه داتا موجودة نحتوي هؤلاء اللاعبين. كيف تعرفون أنهم ممارسين؟ طبعا بالبرامج احنا نتابعهم، وفيه رابط عندنا أيضا في الاتحاد. اي مسابقه احنا نعطي عليها تصريح والموافقه. يمكن العالم شافوا مقاطع وانتشرت في السوشيال ميديا الاخيره الحادث اللي صار في مدينه عبد الله الاقتصاديه. نعم طبعا الشخص اللي نظم لم ياخذ تصريح من قبل الاتحاد السعودي للدراجات او الهيئه العامه للرياضه. الهيئه العامه للرياضه دائما حريصه انها تعطي التصريح ويعطون الاشتراطات كامله للمنظم. هذا كان السؤال يعني اللي انا افكر اساله، اقول انا خطوره المساله بالنسبه للممارسين، يعني هؤلاء هو ربما يمارسونها في أماكن قد تكون يعني غير مهيئة وغير مجهزة للأداء. هل في مثلا يعني في التنظيم يكون في فرق إسعافية؟ هل القضية فيها متابعة فعلا في حالات الإصابات؟ هل أصلا من الدراجين هو هؤلاء من يمكن أخذه والاستفادة منه في الاتحاد يعني كموهبة وتطويرها وإشراف عليها؟ بضيف أنا لأبو عبد الرحمن، وهل أنتم كاتحاد لكم مثلا مشاركة مع الجهات ذات المسؤولية في موضوع المسارات اللي موجودة؟ طبعاً أنه يكون فيه مسار للدراج يعني موجود. طبعاً الكل سمع وبمسار الأمير محمد بن سلمان الأخير اللي راح يطلق إن شاء الله. صحيح. الأمير محمد بن سلمان 135 كيلو. صحيح. هذا راح يكون داعم في مسارات في جدة على الواجهة البحرية، في بعض المدن الآن، في مثلاً مدينة تمير فيه مسار للدراجات، في مدن في القصيم فيها مسار للدراجات. وهذا كله من جهود يمكن تكون بعض المدن أو المحافظات الصغيرة جهود من مدراء البلديات أنفسهم مشكورين، لكن فيه مشاريع كبيرة زي مثلاً الواجهة البحرية، مسار الأمير محمد بن سلمان الجديد، هذا راح يكون نقلة نوعية للدراجين، يعني شيء ما هو بسيط. بالنسبة للاحتواء نعم احنا نكتشف بالنسبة للاعبين الهواة المميزين منهم، ويتم عمل اختبارات لهم من قبل مدرب المنتخب، بعدين يتم ضمهم. عندنا طبعا احنا ودي ارجع لان عندنا 8 مراكز تدريب منتشرة في المملكة يصرف عليها الاتحاد صرف كامل بدعم من الهيئة العامة للرياضة. الحمد لله رب العالمين، الطواقم الإدارية والفنية موجودة فيها، وعندنا مركزين نسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن وجامعة الملك سعود ويخدم الفتيات. لكن الحوادث كيف العملية الإشراف على البرامج والسباقات؟ بالنسبة للسباقات في تنظيم محكم بالتعاون مع مكاتب الهيئة العامة للرياضة، وتم التعميم للقطاعات الأمنية لحفظ السلامة الدراجين والهلال الأحمر أو القطاعات الصحية لهذا. أنا شفت في جانب مهم ترى، يعني في بعض دول شرق آسيا تعتبر الدراجة ترى وسيلة نقل يعني. صحيح. ويعتبر لها مسارات، بل أنها تستخدم أيضا للتخفيف من الزحام وأمور يعني اقتصادية معينة.
في بعض الدول مثلا الأوروبية المتطورة أنا شفت أنه في كل حدائق فيه شركات معينة تستأجر منها الدراجة وتقوم فيها بجولة بمبلغ معين ثم تعيدها وكذا. يعني أنا أقصد أنها كخطوة أول شيء بالنسبة للدراجات لنا إحنا يعني كثقافة مجتمع هي موجودة ترى. يعني اليوم محلات الألعاب انجح وخذ وجيب لك والدك يعني دراجة وما شابه ذلك. أنا أقول جيد مثل هذه الثقافة لو تنمى ويتم يعني تنميتها ومتابعتها وتعزيزها بالنسبة للمدارس مثلا للفئات الصغيرة في مثلا في رياض الأطفال وما شابه ذلك بحيث أنها تنمو نمو صحيح وسليم ويصبح عندنا فعلا يعني ناس هاوية وراغبة فعلا في أنها تصل إلى مرحلة تكون دراجة. صحيح. يعني ركز على المدارس. ولا وأذكر أنا سابقا أذكر سابقا ترى بالمناسبة أنه كان عندنا فعلا اتحاد دراجات جيد أعتقد كان حتى على مستوى العرب في تنظيمات سابقة. نعم صحيح. كان يحقق بطولات يعني بطولات وأرقام مناسبة. نعم أنا يعني أنت عرجت على شيء مهم. إحنا نشكر رؤساء الاتحادات من تأسيسه إلى يومنا هذا كل قدم يعني يشكرون على ما قدموه والأبطال اللاعبين السابقين هذه فرصة نشكرهم على ما قدموه من نتائج مشرفة للمملكة العربية السعودية. اليوم طبعا أنتم لا يخفى عليكم أن تم التوقيع طبعا في مجلس الإدارة الحالي برئاسة الأستاذ صباح الكريديس التوقيع مع وزارة التعليم في طال عمرك برامج راح تكون مع المدارس وسباقات راح يكون في دوري ممتاز. سباقات للمدارس وهذا من 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 هذا الجانب سوف نستقطب المميزين صحيح. منها من طلاب إن شاء الله للمنتخب وضمهم. واليوم في برنامج ما ودنا نعلن عنه الآن مشروع الأولمبي الآن السعودي اللي طال عمرك بإطلاقه من سمو ولي العهد والأمير عبد العزيز وجه الآن الله يطول عمرهم أنه طال عمرك نعمل بحراك سريع لهذا الأولمبيات السعودية وراح ورش العمل شغالة الآن فالله يعطيهم العافية. كل يوم إحنا نشوف شيء جديد يسعدنا صراحة يسعد أبنائنا الرياضيين. صحيح. إذا سمحتوا لي بس أنا ودي أعرج على بس طوافنا بس كما تعرج على شيء بسألك سؤال تفضل وبعدين أترك المايك لك تفضل. الحين التداخل بينكم وبين الاتحاد الرياضة المجتمعية يعني مثلا لو بنظم سباق دراجات في حد هالقرى ولا حد هالمراكز ولا المحافظات نعم. اخذ الموافقه منكم ولا من اتحاد الرياضه المجتمعيه في تداخل طبعا في طبعا كل اتحاد مسؤول عن رياضته والاتحاد السعودي للدراجات مسؤول عن تنظيم رياضته فاحنا في شراكه مع الاتحادات كلها يعني اي اتحاد يشارك احنا نسعد بالمشاركه معه. طبعا اتحاد الرياضه للجميع اتحاد نشط ولنا مشاركة معه كثيرة يرسل لنا بطلب تنظيم معين ونعطي الموافقة عليه حلو. وندعمهم ونساعد وننظم معهم ونضمن سلامة اللاعبين إن من البداية للنهاية وإن كل شيء تمام والحمد لله يعني كان معنا معهم مشاركات كثيرة في 19 يا ربي لك الحمد كانت ناجحة سواء على مستوى الذكور أو أو الإناث. طب برجع لطوافنا أستاذ عبد الله نعم. اليوم هل كان في إصابات في والله كان حوادث. فيها طبعا صور كان فيه كان صحيح هو طبعا شيء طبيعي إنه يكون في سقوط في الدراجة كان فيه تقفيل بوردير لما كان فيه هواء فيستغلون اللاعبين التقفيل البوردير بحيث انه يكون يتقطعون اللاعبين ويفوزون الاقوى بيكونون في المقدمه وكان في سقوط وهذا شيء طبيعي الحمد لله طبعا تكون خدوش واشياء بسيطه يعني ما في ذاك الاصابات البليغه. هل في تكتيك فيها السباقات ذي وفيها نعم فريق نعم فيها طبعا هو اذا ممكن لاحظتوا الهواء جاي من يسار تلاقي اللاعبين كلهم يسار مثلا عفوا تلاقيهم يمين ومقفلين الطريق بحيث ان اللاعبين يرجعون ورا بعض تلقاهم يمين نفس الشيء يقفلون يسار واذا كان في الوجه تلاقيهم ورا بعض ففيه يعني شغل كثير. طب الجماهير بحد ذاته الجماهير حضور الجماهيري كيف شفت انت؟ والله الحمد لله طبعا كان في حضور في ستارت وكان في حضور في مركز السيباني تابع محافظه تضرمة حضور جميل ما توقعنا صراحه كذا في وكان عدد. في عدد وانا صراحه ابغى اعرج على هذا الشكر لسعاده رئيس مركز السيباني سعود بن شري اليوم كان اضفى جمالا ببيت الشعر وبالابل اللي وضعها هناك وبالخيل وبالعرضه اللي استمتعوا فيها الاجانب كان استقبال كان في الاستقبال فبيض الله وجهه هذا المعهود من ابناء الوطن في جميع المحافل. انا حاب بس اعرج على شيء مهم ودي ما ننساه اللي هو الشكر لجميع القطاع. طبعا انتم تعرفون في 20 يوم كنا نعمل على 750 كيلو وزارة النقل مشكورة في الطرق وتهيئتها وصيانتها بشكل سريع المهندسين في الوزارة رأس المهندس سليمان الضلعان
وفريق عمله، الأمانة مدينة الرياض من الأمين والمهندسين في معاه الله يعطيهم ألف عافية، الإسكان والإقامة كل الجهود اللي بذلوها هذول صراحة تذكر فتشكر. المحافظات البلديات يعني مثلا بلدية أضرمة في أسبوع واحد يعني أنجزت كل المطلوب منها، طبعا يتطلب سلامة الطريق، إزالة بعض المطبات وإزالة عيون القطط عشان لسلامة الدراجين، فهذا طبعا كان مكلف، لكن الحمد لله رب العالمين اليوم شفنا المرحلة الأولى شيء ثاني يعني ما شاء الله تبارك الله. نقول لهم من الأعماق شكرا. بلدية أيضا بلدية ثادق اللي راح نمر عليها إن شاء الله بكرة بمشيئة الله في مرحلتنا، اشتغلت شغل جبار ومن ناحية السفلتة وإعادة سفلتة بعض الشوارع وإزالة بعض المطبات، فهذا صراحة يعني يحسب لهم الله يعطيهم ألف. مرحلة بكرة أستاذ عبد الله حصن السدوس راح تبدأ إن شاء الله من سدوس بمشيئة الله، وننطلق على الجبيلة والعيينة ونوصل إلى صفرات وثادق ونرجع مرة ثانية على هذه المدن والقرى والهجر على الطرق الزراعية، ومن ثم نصل إن شاء الله في النهاية إلى البجيري ب 182 كيلو متر إن شاء الله. فعاليات المصاحبة؟ فعاليات مصاحبة راح يكون في سدوس، طبعا أحب أشكر المهندس رئيس البلدية سدوس على التنظيم في القرية التراثية لديهم، الأسر المنتجة راح تكون متواجدة، العرضة السعودية راح تكون متواجدة، يعني في مشاركات للأخوان هناك معنا في سدوس. طيب اسمح لي، أنت الآن ذكرت أخوي عبد الله وشكرت كثير من القطاعات الحكومية. نعم طيب صحيح. وين دور القطاع الخاص في مثل هذا؟ ما في شك أن الهيئة العامة للرياضة كممثل للدولة دعمت كل الرياضات وكل الفعاليات وكل البطولات التي تقام في المملكة العربية السعودية، لكن ما دور القطاع الخاص؟ في طبعا احنا معنا رعاة كانوا معنا في هذا الطواف، لكن طبعا احنا ما نستعجل، طبعا الان هم يشوفون القطاع الخاص يرى الان بعينه كيف حجم التنظيم وحجم الدول وحجم النقل اللي صاير للطواف السعودية الدولي، فأنا متأكد 100% موسمنا القادم عام القادم إن شاء الله راح تلاقي تدافع على هذا الطواف لرعايته. أعرج على مرور منطقة الرياض، الدوريات الأمنية، الشرطة، جميع القطاعات العسكرية اللي شاركت مع الحرس الملكي مشكور، أبدعوا اليوم بيض الله وجيههم، الذي راهم اليوم يقول كان ينظمون طوافات من 10 سنوات ما شاء الله، فبيض الله وجيههم. طيب أستاذ عبد الله المزيد مدير العمليات والمستشار الفني في الاتحاد السعودي للدراجات، شكرا لك أستاذ عبد الله على كل توضيح كل هذه الأمور، أتمنى لكم التوفيق. شكرا لاستضافتكم، ننتظر عمل أيضا مختلف، ننتظر ممارسين بشكل احترافي موجودين معكم، ننتظر منتخبنا يكون موجود في هذا الليفل إن شاء الله، راح يكون موجود، انتظروه إن شاء الله يكون موجود. شكرا لكم، رحنا للفاصل ونرجع نكمل مع الضيوف. I can't tighten properly. And relax, you're gonna be just fine. But I'm not used to this boy. Look, I bought the magic flag. Oh, Sarah, this flag is for the arrival, not for the departure. Okay, I'll be there at the arrival too. Of the desert we ride. This is where dreams are conquered.
This is already torn. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية. طبعا في البداية تكلمنا على أهم الأخبار يمكن اللي كان اليوم موجود، وهو خبر الاتحاد السعودي يتقدم بملف استضافة كأس آسيا 2027، وهذا خبر كان منتظر بشكل كبير في الأوساط الإعلامية الرياضية، وعند حتى المتلقي الرياضي كان ينتظر مثل هذه أو الدخول في مثل هذا مثل هذه الاستضافة بالنسبة لكأس آسيا. وعلى هالموضوع معنا الآن عبر الهاتف الأستاذ إبراهيم القاسم، وهو أمين عام الاتحاد السعودي لكرة القدم. أستاذ إبراهيم، شكرا على تداخلك معنا في الحلقة، وأسألك مباشرة على هذا الملف المنتظر لكل السعوديين ولكل الرياضيين أن يدخل الاتحاد السعودي في استضافة كأس آسيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أمسي عليك بالخير أخوي عبد الرحمن، وأمسي على الأساتذة والكباتن الموجودين معك في الاستديو. أنا اعذروني ماني قدام التلفزيون، معذور، فما أدري مين اللي موجود، لكن معي عادل عصام الدين. خليني أقول لك، عادل عصام الدين وحسن القرني وأحمد الفهيد وعلي المرشود وأحمد العقيل وحمد الصويلحي، عشان تكون عارفهم كلهم. أمسي عليكم كلكم بالخير، مساكم الله بالخير. قول. طبعا في البداية اليوم أرسل الاتحاد الآسيوي خطاب إلى جميع الاتحادات الآسيوية الأهلية، نعم، لفتح باب الترشح لاستضافة كأس آسيا 2027، وأرسلنا رغبتنا بشكل مباشر جدا. طبعا لأن الموضوع كان مطروح على الطاولة من فترة، وبدأنا العمل عليه من فترة، بحكم أن 2023 تكون في شرق القارة و 2027 تكون في غرب القارة. طبعا لا يخفى على الجميع أن يعني نحن من اكتشفنا بطولة القارات، صحيح، ومع ذلك لم نستضف كأس آسيا أبداً في تاريخنا الرياضي. نعم. فارتأينا أن جاء الوقت لاستضافة هذه لاستضافة أكبر بطولة على مستوى القارة. طبعاً خاصة في ظل ما يلقاه القطاع الرياضي من دعم غير مسبوق صراحة من مولاي خادم الحرمين الشريفين اسمه سيدي ولي العهد، والمتابعة والتوجيه اللي نجدها دائما من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز التركي الفيصل. فجاء الوقت أن هذا الحدث يأتي إلى المملكة، يعني الحدث هذا زار المنطقة وراح حوالينا، صحيح، بس ما قد جاء المملكة. فجاء الوقت اللي نرى هذه الاحتفالية في المملكة إن شاء الله. وبإذن الله بدأنا العمل على هذا الملف. يعني بس أسألك إبراهيم، بس عشان نستوضح معك نقطة، الآن الاتحاد الآسيوي أرسل للاتحادات الأهلية أنه اللي عنده رغبة يبغى الاستضافة يرسل الملف. نعم. أنتوا الآن ترسلون الملف ولا ترسلون فقط الرغبة أن احنا نبغى ندخل وبعدين احنا نرسل ملفنا كامل عن هذه الاستضافة على أساس أنه طيب ندخل في الموضوع؟ طبعا طبعا هي راح تكون على خطوات ممتدة من اليوم إلى شهر مارس 2021. في شهر مارس 2021 سيتم الإعلان عن الاتحاد الفائز أو الاتحاد المستضيف. نعم. خلال السنة هذه، السنة وشهر تقريبا، راح يكون فيه العديد من الخطوات المطلوبة من الاتحاد الآسيوي، كمثلا الاستادات اللي أو الملاعب اللي راح تستضيف البطولة، ملاعب التمارين، البنية التحتية بشكل عام، ممتاز، المتطلبات اللي يتطلبها الاتحاد الآسيوي من الاتحاد المحلي، من أو حتى المتطلبات اللي يتطلبها الاتحاد الآسيوي من الجهات الحكومية أيضا الموجودة في نفس الدولة المستضيفة. نعم. طب أنتوا الآن تعملون على هذا الملف، في تجهيزات جديدة بتكون مختلفة؟ بدأنا العمل على هذا الملف من فترة، والموعد النهائي بإذن الله لتسليم اللي يسمونه البيد بوك، اللي هو أول ملف الترشح النهائي، راح يكون في نوفمبر إن شاء الله السنة هذه. يعني الآن بس إبداء رغبة فقط إبراهيم؟
نعم نعم. لكن باقي التفاصيل فيما يخص الملف، وان هذا الملف يكون متوافق مع خلينا نقول الاشتراطات في الاتحاد الاسيوي وايضا يفوز بالاستضافه، لسه ما بعد جهزته؟ لسه ما زال العمل فيه جاري، وان شاء الله باذن الله قبل نوفمبر 2020 السنه هذه بيكون جاهز ان شاء الله ويتم تسليمه. طبعا لا يخفى على الجميع، يعني الجميع يرى في العالم ككل يرى كيف اصبحت المملكه وجهه سياحيه رياضيه. يعني في ظل الاحداث الرياضيه اللي استضفناها واللي اثبتنا للعالم كفاءتنا واثبتنا للعالم كفاءه الشباب السعودي وكفاءه العنصر السعودي في انجاح الفعاليات. اها طيب، عندي بس حسن القرني بالداخل معك ابراهيم، تفضل. مساء الخير استاذ ابراهيم. مساك الله بالنور، حياك الله. اولا طبعا خطوه بالتاكيد انها في الاتجاه الصحيح، وخطوه منتظره وردود الافعال واسعه، وبالفعل يعني كما تفضلت يعني المناسبات الرياضية المستضافة، الحركة الدائبة في المملكة العربية السعودية كوجهة رياضية وسياحية أصبحت بالفعل يعني أمر يساعد حقيقة على مثل هذه الاستضافة. أنا سؤالي، ما هي أبرز يعني النقاط اللي تشعرون أنها ممكن تفقد المملكة العربية السعودية هذا الملف أو عدم الترشح لا سمح الله، في ظل أنه يعني نذكر إحنا تجربة للاتحاد إذا لم تخني الذاكرة، الاتحاد السعودي في برئاسة الأستاذ أحمد عيد في فترة من الفترات تقدمنا أيضا بملف وكان في رغبة، ولكننا توقفت في الخطوات الأخيرة لعدم يعني لعدم الوفاء ببعض الاشتراطات في تلك الفترة. خصوصا إبراهيم، يعني أنا كنت بسأل السؤال خصوصا وأنت أيضا يعني قريب من الاتحاد الآسيوي موجود فيه. نعم طبعا بالنسبه للاشتراطات باذن الله ان ما فيها، او خلينا نقول ان موقفنا جيد جدا. راح يكون فيه يعني سمعنا في الفتره الماضيه ان كان فيه بعض الاتحادات اعلنت رغبتها، كمثلا سمعنا ان فيه رغبه مشتركه من الاتحادين العراقي والاردني، سمعنا ايضا ان الاتحاد الهندي ايضا قد يبدي رغبته، لكن من ناحية الاشتراطات اللي تطلبها الاتحاد الآسيوي بإذن الله أنها يعني تحت السيطرة، وبإذن الله موقفنا يعني. إبراهيم ترى السؤال ما هو على الاشتراطات، على أهم المزايا بحكم معرفتك بأنه هذه هي المزايا اللي ينتظرها الاتحاد الآسيوي وبالتالي يقدمها الملف السعودي. شوف، هي أهم المزايا اللي يتطلبها الاتحاد الآسيوي، أولا عندك البنية التحتية كمنشآت رياضية، الحمد لله المنشآت الرياضية موجودة، قد يكون هناك بعض التحسينات أو بعض الإضافات على المنشآت الرياضية، الانجينة للفنادق، الفنادق ما شاء الله موجودة في كل مكان، انجينة أيضا حتى للأمور البسيطة مثلا التأشيرات السياحية، التأشيرات السياحية الآن متاحة وأصبح دخول الجماهير الرياضية أسهل بكثير من السابق للمملكة العربية السعودية. فجميع الاشتراطات أو خلنا نقول 90% من الاشتراطات متوفرة حاليا بالنسبة. طيب إبراهيم، خليني باخذك في موضوع ثاني فيما يخص الاتحاد السعودي. يعني كانت في الجمعية العمومية مثلا للنادي الأهلي، واللي حدث من تبعات هذا الموضوع كانت هيئة الرياضة حولت بعض المخالفات اللي كانت موجودة للجنة الاحتراف. متى سيظهر هذا الأمر من لجنة الاحتراف فيما يخص الأهلي؟ صحيح، طبعا في بعض الأمور اللي تختص فيها لجنة الاحتراف واللي تعتبر من صلب عملها تم تحويلها من هيئة الرياضة إلى لجنة الاحتراف، وجاري العمل عليها وسيتم إن شاء الله البت فيها خلال الأيام القادمة إن شاء الله، الأيام القريبة القادمة إن شاء الله. الأيام ولا يومين ولا ثلاث أيام ولا أسبوع؟ خلنا نقول الأيام القريبة إن شاء الله، يعني حدود يومين ثلاث أيام إن شاء الله. يومين ثلاث أيام ويصدر الموضوع من لجنة الاحتراف إن شاء الله بإذن الله. طيب موضوع ثاني، أنا يعني حسب مصادري أنه لجنة الحكام بدأت تروح للموضوع التثقيفي بشكل كبير، وعقدت ورش مع أكثر من نادي، يعني في ضمن جدولة معينة لأكثر من نادي راح تزور الـ الأندية. ليش لجنة الحكام بحثت على الموضوع التثقيفي الآن مع الأندية؟ طبعا شوف، احنا من فترة بدأت لجنة الحكام الاجتماع بالإعلاميين
يعني قبل فترة كان فيه مؤتمر إعلامي للجنة الحكام، وهذا الاجتماع راح يكون يعني بشكل دوري. هذا الهدف منه تثقيف الجانب الإعلامي أو تثقيف من يعمل في قطاع الإعلام بتقنيات الحكام مثل الفار وخلافه. الهدف منها طبعا الهدف من ورش العمل مع الإعلاميين، لأن الإعلاميين طبعا جزء لا يتجزأ من الوسط الرياضي. بالنسبة للدورات أو بالنسبة للزيارات اللي تقوم فيها اللجنة حاليا أو يقوم فيها رئيس اللجنة حاليا للأندية، الهدف منها تثقيف إدارات الأندية، والأهم تثقيف الجهاز الفني، الأجهزة الفنية والإدارية، وتثقيف اللاعبين. يعني على سبيل المثال تفاجأنا أن بعض الأندية يعتقدون أن مخرج المباراة، المخرج التلفزيوني للمباراة، هو من يختار المقاطع لحكم الفار. حلو. وهذا الشيء غير صحيح أبدا. يعني ما يراه المشاهد على الشاشة قد لا يكون ما يراه، أو يمكن قد تكون زاوية واحدة فقط من الذي يراه حكم الفار في شاشة المراجعة. فالمخرج يختار اللقطات اللي تظهر للمشاهد وليست اللقطات اللي تظهر لحكم الفار. فهذا مثال من الأمور اللي تفاجأنا فيها، أن بعض الأندية ما عندها إلمام تام بهذا الجانب. فهذا الهدف من الزيارات. هي زيارات تثقيفية، بحيث أن لأن في الأخير هدف الجميع نجاح العمل. الشرح يكون لكل منسوبين للنادي، لأنه هذا مثلا يقود لسؤال ثاني، أنه ليش مثلا اللجنة ما أخذت كل الأندية جمعتهم في مكان واحد وما راحت، يعني لأنه الزيارات أثارت جدل كثير لكل نادي على حدة، وإن كان مصادر يعني إبراهيم تقول أنتم مرتبين جدول أو لجنة الحكام مرتبة جدول مع كل الأندية. في جدول مثلا أمس كان فيه زيارة، كان مفروض في زيارة لثلاث أندية هنا في الرياض. تمت زيارة واحدة، وناديين طلبوا تأجيل الزيارة، في نادي طلبها إلى بكرة وفي نادي طلبها إلى الأسبوع القادم. حلو. فهي مسألة يعني لو بنجمع أو الهدف من زيارات الأندية أن يكون تثقيفي لمنسوبين النادي. فلو بتجمع الأندية كلها في مكان واحد لجميع منسوبيها، وسبب أن تم دعوة مدربي الفرق الدوري الممتاز، وتم دعوة أيضا مدراء الفرق، فتم العمل بطريقتين أو بسيناريوهين. حلو. طيب شكرا لك أستاذ إبراهيم القاسم، أمين عام للاتحاد السعودي لكرة القدم، أتمنى لكم التوفيق في الملف فيما يخص البطولة أمم آسيا واستضافة المملكة العربية السعودية لهذا الحدث. بروح للأستاذ عادل عصام الدين، تعليقك على هذا الحديث وما يخص الملف الآسيوي. والله شكرا، ما شاء الله روحه حلوة، إضافة طيبة للأستاذ إبراهيم، أتمنى له التوفيق. أنا أشوف اللي هي وجهة نظر، طبعا هو عرج أو إحنا تكلمنا عن بطولة القارات الأخ حسن. أنا أشوف أنه المملكة فيما يتعلق بهذه البطولة ترى إمكاناتها كانت من زمان مهيئة وكانت قادرة. المملكة العربية السعودية طول عمرها سواء على مستوى هذه الاستضافات أو على مستوى النقل التلفزيوني كانت دائما تتنازل، لأنه هي يعني قائدة العالم العربي، وحتى على مستوى الشرق الأوسط في كثير من المناسبات كانت المملكة بالنسبة للجيران بالنسبة للأشقاء تتنازل، رغبة منها في أنه تساعد من جد. نعم. ما كانت تنافس. لكن المملكة الآن شوف في خلال السنتين هذه في ظل الاهتمام الكبير، النهضة الرياضية العالمية، فعلا نقول عالمية نقول السعودية العظمى، إحنا ما الحقيقة ما بنغلط، فالمملكة قادرة. يعني إيش بطولة، ترى بطولة القارات لما نظمت كانت على مستوى أصعب، لأنه الفرق المشاركة أكبر من منتخبات آسيا. أنت عندك بطولة هذا على المستوى النوعي، إذا جيت على الكم أنت صدفت بطولة العالم للشباب، هنا المستوى أكبر على مستوى المساحة في مدن في مناطق، فالمملكة قادرة. يعني هو أيضا شوف، إحنا نتكلم دائما على إمكانات، أنت عندك شوف إمكانات تمويلية مادية بشرية، هذه أنواع الإمكانات، وإمكانات طبيعية أربع إمكانات. هو الأهم شيء فيها الناحية المادية اللي هي المنشآت أو البنية التحتية. أنا متأكد طبعا فيما يتعلق بالاستادات المملكة قادرة عندها. اللي أكثر شيء إحنا نقصنا ترى ملاعب التمارين، يعرف طبعا رئيس نادي سابق إحنا أكبر مشكلة. فهذه في خلال ترى سنة
بسهوله جدا انك انت يكون عندك امكانات طيبه جدا بالنسبه لاستضافه التمارين. نعم. محمد الصويلحي على هذا الملف واللي قلت انه كان الوسط الاعلامي كله ينتظره. بالتاكيد، وانا اعتقد انه باذن الله النجاح مضمون للمملكه العربيه السعوديه في استضافه مثل هذا الحدث، ولما اقول النجاح مضمون بناء على معطيات تتواجد في الفتره الحاليه وشاهدناها الفتره الماضيه باستضافه الكثير من الاحداث. نعم. يعني في احداث حدثت الفترة الماضية أزعم أنها يمكن كبيرة جدا بمسمياتها وأيضا بقيمتها في مختلف الرياضات، يمكن أقربها ما حصل يمكن الأسبوع الماضي في أكثر من حدث رياضي، رالي داكار، تفاصيل عالمية. أكيد، بالتأكيد. فاليوم الاهتمام الكبير اللي تجد الرياضة السعودية من سمو الأمير محمد بن سلمان يجعلنا نقول أنه فعلا هذا هو الوقت الأنسب لاستضافة مثل هالبطولات المهمة والكبيرة واللي راح نضمن بإذن الله نجاحها. المنشآت والبنية التحتية موجودة بكل صراحة اليوم، سواء على مستوى أكثر من منطقة، لو نتحدث فقط عن الرياض والجدة والدمام تتواجد فيها استادات رياضية قادرة على استضافة أكبر الأحداث الرياضية، مقرات السكن، جميع بكل صراحة جميع السبل مهيئة لاستضافة مثل هالبطولة. متفائل جدا بأنه هذه المرة لن يكون مثل ما حدث في عام الملف بيختلف. الملف اللي قدم لاستضافة بطولة كأس آسيا 2019 والأستاذ أحمد كان موجود في الاتحاد السعودي يتذكر ذلك، يعني كانت فقط فكرة وأعلن أنه المملكة ستتقدم ولكن لم يتم الموضوع بالشكل الإيجابي لاستضافة هالبطولة. لكن اليوم أنا متأكد أنه متى ما تقدمت المملكة بإذن الله بشكل رسمي بملفها أعتقد أنها راح تكون الأقرب بإذن الله لاستضافة البطولة. أحمد، ليش ما تقدم ملف لك الفترة؟ شوف، أنا بقول لك شيء، من عرفت نفسي من يبقال من أنه الشعب السعودي والوسط السعودي والوسط الرياضي السعودي عنده شغف بالاستضافات، ولا أكثر من ذلك. نحن في 89 ميلادي استضفنا كأس العالم للشباب كأول بطولة عالمية في المنطقة، كأس شباب. صحيح. بعد كذا استحدثنا وأنشأنا بطولة القارات. بطولة القارات أنشئت في السعودية، كأس الملك فهد للقارات، بطولة عالمية سعودية أنشأتها السعودية. فالسعودية سباقة لهذا الشيء. البنية التحتية موجودة، كل شيء موجود. اللي كان ينقصنا في الفترة الأخيرة هو ما يسمى بالدعم اللوجستي أو الدعم الحكومي النظامي. الدعم الحكومي النظامي ما هو يعتمد مثلا المال، لا، اللي هي المكاتبات الحكومية. نعم. الاتحاد الآسيوي أو الاتحاد الدولي يطالب بضمانات حكومية مكتوبة، سواء من الجمارك، وزارة المالية، والقطاعات كلها يطلب كلها ذات العلاقة في الموضوع. ايه، يطلب منها خطابات رسمية وموثقة وخاصة. في السابق ما كانت بنفس السرعة الموجودة الآن، ما كانت بنفس الرؤية الموجودة الآن، ما كانت بنفس الأحداث الموجودة الآن. نفس يعني الفيزا السياحية واحدة من أشياء كثيرة. احنا مو فقط الفيزا السياحية، لكن أشياء كثيرة. اليوم في مخاطب، في معاملة اللي كنت تجلس تخلصها في 6 شهور أو في سنة، الحين تخلصها في 10 دقائق. صحيح. فالتوجه الكامل في الدولة تغير، سرعة الإنجاز تغيرت. فالآن أنا يعني أكاد أجزم أن احنا في شهر مارس، في 21، في مارس 21 السعودية بتكون هي هذا، إذا ما طلعت أصلاً المنافسين يعني انسحبوا ودخلت السعودية وأخذتها بالتزكية من قبل، يعني لأن ما في أي مقارنة. يعني أنت تتكلم عن يعني حتى الناس اللي تقول لك الملاعب في السعودية قليلة، الملاعب في السعودية قليلة على الممارسة اليومية. يعني لما نادي يصير عنده 6 فرق وما عنده إلا 3 ملاعب تمرين يصير عنده ضغط، ويصير عنده صيانة ملعب. نعم. ويصير، لكن في المجمل لا، الملاعب كثيرة، يعني ما هي كثيرة مرة بس إنها تفي بالحاجة وأكثر. نعم. يعني الرياض الوحدة ترى فيها 6 ملاعب باختلاف الجهة التابعة لها. يعني عندنا استاد جامعة الملك سعود، استاد جامعة الإمام، الكلية الملك فهد الأمنية، كلية الملك عبدالعزيز الحربية، كلها استادات. إيه، جامعة نور. فكل يعني غير ملعب الأمير فيصل، غير ملاعب الأندية، غير يعني. فأنت عندك بنية تحتية جاهزة. هذا بس الرياض.
فغير لما تروح لجدة، تروح الدمام، تروح الأحساء، غير المطارات، غير الفنادق. لكن احنا اللي كان ينقصنا الخطابات الرسمية أو بطء، وفعلا وذكرت في ذيك الفترة نعم هذا اللي كان عندنا اللي كان يعني يؤثر. أحمد الفهيد، هو طبعا بلا شك انه احنا على مستوى المنشآت الرياضية والملاعب تأكيد انه احنا يعني نملك بنية تحتية رائعة، خصوصا وانه فيه يعني تهيئة حقيقة، يعني لا نبخس الناس حقوقهم ولا أشياءهم، يعني وكالة شؤون فنية بقيادة الوكيل الرئيس الهيئة المهندس عبد العزيز القحطاني حقيقة يعني وفريق عمل يقومون بجهد عظيم فيما يتعلق بإعادة تهيئة الملاعب الرياضية وجعلها بيئة صالحة للجمهور، للإعلام، للاعب، للأندية، يعني يسارعون أو يسابقون الوقت، والوقت سريع طبعا، ومدعومين زي ما قال اخوي احمد بقرار حكومي، يعني انه في فرصه انه تحدثون التغيير وفقا لرؤيه 2030 اللي اقرها اسمه سيدي صاحب سمو الملكي ولي العهد الامير محمد بن سلمان الله يحفظه. لكن انا اليوم احنا لما ندخل في اسيا في منافسه يجب ان يكون ملفنا منافس بصراحه. يعني قد يحدث ما يقوله احمد العقيل انه الهلال ان المنتخب الاتحاد السعودي قد يفوز بال بكره لسه توه المغرب وش يفكني الحين من عايم بكره ما صارت العشاء ولا متى يعني بكره المغرب ولا بعد العشاء لا بعد العشاء والله يستنى تصدق نروح انا وش يفكني من العين نروح انا وياك نروح انا وياك حمد صويلح يتكلم انقذني عاد بكره هو من الجهتين رايد وضد الهلال الله ويعت سالفته يعني الاتحاد السعودي راحت السالفه اي ممكن زي ما قال احمد الاتحاد السعودي الملف السعودي قد يفوز بالتزكيه قد يفوز بعدم وجود منافسين اصلا لكن لازم نفترض وجود منافس مع وجود المنافس هذا احنا لازم نقدم ملف منافس ما تقول والله انا عندي ملعب وسعته وكذا وبيته وكذا لا انت في خدمات كثيره على الارض لازم تكون موجوده عندك على مستوى النقل على مستوى الدخول والخروج على مستوى التعاملات التنظيم على كل الاصعدة يعني احنا شوف يعني تنظيميا اعتقد ان احنا قادرين احنا نظمنا بطولات عالميه كثيره في وقت وجيز جدا هذا يدل ان احنا عندنا القدره وعندنا الشباب وعندنا الامكانيات بس هذا ملف منافس هو ما حيقول لك نظم وبعدين اشوف لا هو بيشوفك على الورق قبل ايضا السفراء اللي بيقودون هالملف لازم يتم اختيارهم بعنايه من اللي بيروح من الرياضيين السعوديين اللي بيكون سفير ممثلين لهذا الملف اللي يقوده على مستوى اسيا كلها التسويق لهالملف على مستوى اسيا كلها يعني اتمنى انه عجزنا الواضح فيما يتعلق بدعم مرشح لرئاسه الاتحاد الاسيوي اتمنى ان احنا نعوضه في حمله تسويقيه كبيره لدعم ملفنا في تنظيم اسيا حتى وان كانت سهله يعني لا يجب ان نبين للاخر للاسيا كلها انه احنا على قدره عاليه من صحيح. التنظيم على قدره عاليه من التسويق على قدره عاليه من 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 تقديم خدمات اكثر مما يتصور عقل اليوم تشوف انت اغلب يعني ترى الصين مثل الصين ترى الصين عندها ملاعب تهول يعني لما يكون في مقارنه معها الصين عندها ملاعب تقنيا اصلا ظاهر كلها باللمس يعني فانت اليوم لازم تقدم ملف مغري ملف فيه لمسه سعوديه خالصه تتعلق بارث المملكه العربيه السعوديه بقيمتها كبلد رياضي بهالجمهور العريض بهالمنافسه الكرويه اكيد في الاعتبار والله يعني ما تصور ان الاخوان في الاتحاد السعودي يغفلون هذا الجانب يعني جانب الارث وجانب ولا انا اقدر اغفل الجانب الفاصل ما اقدر ابدا لازم اروح الفاصل روح الفاصل وارجع اكمل بعض الضيوف
في طرقات الرياض يقام طواف السعودية 2020 للدراجات. وعلى 5 مراحل بعدد لا يقل عن 133 دراج يمثلون 18 فريقا من جميع دول العالم. سبعمائة وخمس وخمسون كيلومتر مجموع المسافة المقطوعة على 5 مراحل. كونوا معنا عبر القنوات الرياضية السعودية من 4 إلى 8 فبراير. صوت المطابع كان يرسم الحدث، واليوم انتهى وقت الورق. في عصر الإعلام الجديد والسوشيال ميديا الأحداث الرياضية المتسارعة، بنكون أقرب لكم ومعكم. الخبر وتفاعل الجماهير والحدث الأبرز أول بأول، كل جديد في رياضة ميديا. بطولة كأس ملك إسبانيا حصريا عبر القنوات الرياضية السعودية. ما لهم انتماء. الاتحاد كان مسيطر على البطولات في المملكة العربية السعودية، يعني ما في بعد ولا قبل. فيلم هندي. كان يسمون الهلال في كل فترة العالمي. بنصدق؟ لا لسه بدري علينا، ما عندنا نادي عالمي. ومساواد الأغلب الأعم الأكبر. نصر واحد من عرض الباقين فقط. أبغى بكرة تقول لي ديون الاتحاد والتزاماته زيرو حتى نهاية الموسم. كم تحتاجون؟ 400. تفاجأت إنه يسهر اللاعبين يتعشى معاهم في مطاعم في آخر الليل. اللاعب ممكن أساساً يسهر بأحمد الصايغ وبغير أحمد الصايغ يعني. أفتح إيش ولا إيش ولا إيش؟ الله يرضى عليك، ما تتدخل في الحكام، خليك شغلك بس. أنا أعتبر الإثارة الإعلامية جزء من شخصيتي. يعني الحمد لله جداً مبسوطين في حياتنا أنا وعلي. علي! معظم الوقت متفاهمين مرة على الآخر. إلا حلوة والله النظرة. ايش؟ شايفاتي ميزة قدامك؟ سالم خلاص انت احسن واحد يمسك الألم. وانتو ايش قاعدين تصوروا؟ قاطع سلاش نقطة من اول السطر. كل يوم لنا قصة جديدة نتحدى فيها كل الصعوبات في طريق رؤيتنا، وكل بصمة بسواعدنا راح تصنع أثر. طموحنا ما لحد، وهمتنا جبل ما ينهد. ها قربت خلص. خلاص الخريطة معي، مالك حجة، الشوارع عفضناها والأغاني جاهزة. أسمع هلا بش الله حيدنا اللي بعده ناويلك حلالية ولا قريبي أنا لقيا ولا تبغى الصدق اللي بعده أوبن كانغنام ستايل جر أيوة هذا الكلام يا السعودية يا ديار الشيم يا دار الأبطال اللي بعده صبحكم الله بالخير حبايبنا. حلقتنا اليوم سمتها إبداعية
وهواها سعودي. أنا جيت بحمل تحدية معك أبو بوشب منك. ما نسيت التشالنج اللي بيني وبينك بس حنسجلها هو بعدين يا محمد. أكيد. عكس يمين يسار. سميرة جيعاني. الله يعطيك العافية. على الهواء عشان تتروق. صباحكم SBC. وحشتوني واشتقت لكم واشتقت للاستديو معاكم. ردود الأفعال والشائعات ما تخلص. الحلم كان فينا ولا زال فينا من يوم ما حنا صغار. كملين ومستمرين معاكم في برنامج صباحكم SBC. ايش تبغى تقول؟ كل هذا ولسه باقي. فأمان الله. يا هلا ومرحبا فيكم مرة أخرى في برنامج الديوانية وضيوفة عادل عصام الدين، حسن القرني، أحمد الفهيد، علي المرشود، أحمد العقيل وحمد الصويلحي. وقفت معك علي المرشود، الحديث على ملف الاستضافة والمنتظر في هذا الملف. طبعا ما في شك أنا واحد من استضافة المنتخب السعودي. إيه؟ طبعا استضافة إيه؟ المنتخب السعودي استضافة كأس أشوى حسب الهلال يقول. فما في شك أنه حنا مسرورين بصراحة بهال، وانا يعني اشوف نفسنا يعني تقدمنا كثير وتاخرنا بهالطلب الاستضافه مثل ما قال ابو عبد العزيز، انه كانت في فكره سابقه ولكن ما تمت على اعتبار عده عوامل كثيره، ولكن من بعد وفاه المغفور له باذن الله الامير فيصل بن فهد ما استضفنا تحديدا على مستوى كره القدم، ما استضفنا الا بطولتين في تلك الفتره، بطوله القارات اللي كانت هي بالاساس فكره سعوديه. نعم. وايضا بطوله كاس العالم للشباب. لذلك يعني الحمد لله مع الدعم الكبير من قبل سيدي صاحب سمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، يعني كل شيء متوفر ولله الحمد. احنا شفنا في الموسمين هذه الأخيرة استضافات كثير من الفعاليات، ومن على وجه التحديد كرة القدم، لما تشوف كرة القدم استضافة السوبر الأسباني، السوبر الإيطالي، استضافة البطولة الرباعية اللي ضمت المنتخب السعودي والعراق والأرجنتين والبرازيل، مهرجان اعتزالات. حنا عندنا البنيه. قال لك احمد ان المنافسين برضو. اي صحيح، لازم انك تحسب حساب. بس انا اللي صحيح، بس ابو عبد العزيز قال نقطه جدا مهمه. اي ان الاتحاد الدولي والاتحاد الاسيوي يطلب ضمانات حكوميه. الان ولله الحمد ضمانات حكوميه تمشي بشكل سريع مثل ما ذكر في كثير من الاجراءات. لذلك اللي يمكن فقط احنا عندنا الاستادات ولله الحمد وتطورت كثير بكل امانه. الحين لما تشوف مباراه تحضرها الحين تشوف العوائل، تشوف الفعاليات المصاحبة، كل نادي يتميز يحاول أن يتميز عن الآخر بأشياء جديدة في كل مباراة. إحنا يمكن اللي أنا أتمنى بس من الأمير عبد العزيز بن تركي رئيس الهيئة العامة للرياضة هي الاهتمام بملاعب التدريب، هي اللي عندنا ضعف في ملاعب التدريب. صحيح. وأتمنى تفعيل ملاعب الجامعات اللي موجودة في الرياض وجدة. ولما أقول كالاستادات الآن لما تشوف مباراة اللي يقيمت في القصيم بالسعودية هو ماليزيا سنغافورة، وكان التنظيم ممتاز ورائع، وحنا ما ينقصنا شيء على المستوى البشري ولله الحمد مميزين. بس أنا أتمنى نقطة الملاعب التمارين، ولما تشوف في بعض الملاعب حتى هم التمارين ترى فيه اللي برضو مهمة في متوازية مية ملاعب اللي هي الصالات الرياضية. نعم. داخل الأندية، لأنه أتذكر في السوبر الإيطالي. بس إيه بس ترى بعدل لك أنا أبو بدر بالنسبة للصالة المغلقة هذه، ترى في تعديلات كثيرة. صالة الملعب، صالة الصالة المغلقة في نادي الهلال تم تجهيزها بشكل جيد، أيضا صالة نادي النصر وصالة نادي الشباب. ما تكلم عن صالة مغلقة. تكلم عن صالة الحديد. لا لا موجودة الحين. صحيح. الحين مثلا في نادي النصر مثلا فيها أكاديمية كبيرة وفيها ست ملاعب غير الملعب الرئيسي هو ملعب الأمير عبد الرحمن سعود، وكذلك ملعب نادي صالة الحديد مو الملاعب. إيه في صالة حديد. إيه صالة لأنه خاصة يعني. يعني صار في السوبر الإيطالي في السوبر الإيطالي صار شروط معينة. إيه في السوبر الإيطالي كان في جدة. صحيح. أعتقد إنه إدارة أحد الفنادق. لا إدارة يوفنتوس أعتقد إنها أو الشركة المنظمة طلبت تغيير فندق. لا صالة أحد الأندية قالت الأجهزة اللي فيه غير يعني غير صالح يعني ما صلح لنا. اعتقد انها مي مجدده مي بحديثه يعني ما تتوازى. فاحنا لازم ننظر بعد هالمساله هذه نطورها، يعني انه بدال ما احنا نصرف على على المنتج الرياضي كلاعبين واجانب ومدربين المفروض بعد حتى الادوات نصرف عليها. انا اقول ان المملكه العربيه السعوديه مع الامير محمد بن سلمان عادت لوضعها الطبيعي اللي المفروض تعود له من زمان. هذه نقطه. اثنين، أكيد مثل ما ذكر الأستاذ إبراهيم أنه في تجهيز ملف كامل
وبحسب ما قلتنا انت تحت الهواء انه هناك يعني شغل كبير من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة والجهات ذات العلاقة من الجهات الحكومية في تجهيز هذا الملف. بدون أدنى شك مثل ما ذكر أبو بدر أنه أكيد فيه منافسين لك من الدول، ولكن حتى لو ما تمت الاستضافة يكفي المحاولة أنك تحاول يعني وتعلم الناس أنه ترى إحنا المملكة العربية السعودية قادرة على استضافة فعالية. صدفنا فعاليات كبيرة فورمولا إي على البطولة المصارعة الملاكمة على مثل ما ذكرت لك السوبرات على كثير من الفعاليات، لذلك بإذن الله النجاح إن شاء الله بإذن الله موجود بإذن الله تعالى. أنا أعيد ما بدأته وأقول أنها فرصة وخبر مفرح جدا وردود الأفعال واسعة، وكم هو جميل حقيقة أن نستضيف. قبل يمكن تقريبا فترة احنا ترشحنا إلى أولمبياد طوكيو، واللي كان مستضيف الحدث تايلاند. تايلاند يعني مع التقدير للدولة ويعني ملاعبها وما نظمته، لكن كنت أتساءل حقيقة في مجلس حتى مع أبنائي وسألني واحد فعلا سؤال، قال يعني ليش احنا ما نستضيف البطولة دي؟ ليش احنا نروح نلعب في تايلاند؟ صح. يعني هل احنا ما احنا قادرين على ان نستضيف الحدث مثل هذا الحدث في المملكة العربية السعودية؟ فعلا ترى كان في هاجس عند الناس على كافة المستويات، ليش احنا ما نستضيف؟ خصوصا في الفترة الحالية احنا قادرين. وبالتالي مثل هذا الخبر الآن يأتي ليؤكد انه الفكرة موجودة، وموجودة ليس للعرض فقط، موجودة للتفعيل والتطبيق. وأعتقد أنه الاتحاد السعودي لكرة القدم سيكون محظوظ كبير بالدعم اللي موجود حالي، وسيجد كل الطرق متاحة ومفتوحة أمامه لتنظيم حدث رياضي كبير. أتفق مع الأستاذ أحمد حول أنه فعلا لابد يكون ملفنا قوي وجيد ومميز ويثري فعلا المتابع الآسيوي، وأيضا فيما بعد إن شاء الله تعالى نواثق وأكاد أجزم أنه البطولة في المملكة والتنظيم سيكون فوق الوصف إن شاء الله تعالى. وكل ما نتمناه أنه فعلا نكسب إحنا البطولة، لأنه حقيقة إحنا مشتاقين لآسيا. آسيا نحن أبطالها 3 مرات ولعبنا على النهائي 3 مرات في ظل 10 تقريبا أو 12 مشاركة، وبالتالي من أكثر الفرق. نعم. فأنا نحن فعلا مشتاقين لهذه البطولة، فجيد أن تكون في المملكة العربية السعودية ويكون إن شاء الله تعالى نفوز باللي قبلها ونفوز فيها. ولا وبعد عبد الرحمن لما تشوف الاستضافات هذه، أنت الآن قاعد تستضيف بطولات عالمية على كافة الألعاب، هذا شيء يدعمك طبعا. ترى عودا على بدء كلام أخوي أحمد وكلام أستاذ حسن اللي هو آلية تقديم الملف أو طريقة تقديم الملف، حنا ما عندنا شك أنه البيئة البنية التحتية والإمكانيات البشرية والشغف الجماهيري، لكن ما هو عيب، بل بالعكس المفروض أن أعطي الخباز خبزة، أن حنا نستعين بالشركات الاستشارية الكبيرة الخارجية اللي هي قامت على إعداد ملفات لدورات، سواء استضافات الألعاب الأولمبية أو استضافات ملف اللي أعدت الملفات. نعم. عندها خبرة في لتنظيم كأس العالم أو تنظيم اللي قامت بالملف هذا، نفس الشركات الأجنبية هذه نستعين بواحدة منها تقوم بعمل سواء استراتيجية للملف هذا أو دراسات الملف هذا، أو أنها تقوم بالملف كامل. ما هو عيب يعني، بالعكس أهم شيء نحن النتيجة أن احنا نستضيف هذه البطولة ويكون التنظيم لهذه البطولة بالشكل الأمثل. نتأكد أنه لو دخلت الصين في المنافسة حيكون منافس شرس. شلون؟ الصين. لا بس هم يقولون أن البطولة بتكون في الغرب، غرب القارة وشرق القارة، في الشرق لـ 2027 هي القادمة في الصين أصلا. لذلك الحمد لله ان شاء الله باذن الله باذن الله احنا واثقين. عفوا على السعوديه كويس، الصينيين فيه كويس العمل اللي في السعوديه، وزي انا بضم صوتي لك احمد انه في الايام القادمه اللي احنا جالسين نشوفه من عمل وتطور وعجله تنميه هائله في كل الاتجاهات، ان السعوديه في الايام القادمه راح تجعل المنافسين ينسحبون من كثير من الملفات باذن الله. طيب، بعد اقرار لائحه الانديه الرياضيه من قبل الهيئه العامه للرياضه، أتى مع ذلك رؤساء أندية بعضهم سبق وأن خاض التجربة وآخر جديد على الساحة الرياضية، فهل تفوق الجديد على الخبير؟ زياد العصيمي كتب التفاصيل وإبراهيم مدهش في القراءة. منذ أن تم الإعلان عن أسماء الرؤساء المنتخبين لإدارة الأندية السعودية ابتداء من موسم 2019-2020، تفاجأت الجماهير الرياضية بوجود عدد من الأسماء الجديدة على الوسط الرياضي، جعل البعض يخشى من هذه التجربة خصوصا في ظل قيادة هذه الأسماء لأكبر فرق الدوري وأقواها. بدأ الدوري وبدأ الرؤساء في العمل والذين قادوا أنديتهم لتحقيق تطلعات جماهيرهم، سواء كان بالتوقيع مع اللاعبين الأجانب أو المحليين،
إضافة إلى محافظتهم على مكتسبات الفريق السابقة، كما شهدت أنديتهم توقيع عدد كبير من الرعايات والتي ستساهم في سير النادي بشكل جيد يتوافق مع ما تتطلبه المرحلة لتحقيق أسس الحوكمة والتي تسعى لها الأندية السعودية هذا الموسم. انطلق الدور الثاني من الدوري ليتنافسوا على ما بدأوه، لكن البعض توقف به السباق ليخرج من الوسط بعد أن دعا ناديه لجمعية عمومية أخرجته خارج أسوار الدوري ليكتفي بما مضى. وعلى الرغم من وجود رؤساء متمرسين في مجال الرياضة قادوا أنديتهم لفترات طويلة، إلا أن الأسماء الجديدة استطاعت الوصول بأربعة أندية إلى المراتب الخمس الأولى نظراً للاستراتيجية التي اعتمدوا عليها، إضافة إلى استعانتهم بفرق عمل ذات خبرة عمل عالية. قد تكون هذه التجربة بداية مشجعة لدخول الكفاءات الجديدة لمجال الرياضة وقيادتها للنجاح بحسن الإدارة والاختيار والابتعاد عن الصورة النمطية والتي ترسم للمشجع بأن هذا النادي لا ينجح إلا مع ذاك الرئيس. طيب خلينا نروح معك أستاذ عادل عصام الدين على هذا الملف فيما يخص الأسماء الجديدة اللي كانت موجودة في الأندية في نجاحات. في طرح إعلامي بولما يتكلم على أنه بعض الأسماء اللي مرت على بعض الأندية أن هذه الأندية لن تقوم لها قائمة إلا بهذه الأسماء، بينما الآن على الواقع نشوف مثلا الهلال النصر كمتنافسين أسماء جديدة الآن على الإدارة، والوحدة أيضا موجودة أسماء جديدة ومع ذلك نجاح كبير في المنافسة إلى الآن حتى في ملفات الثانية أبو لبا. شوف أنا بالنسبة لي أشوف أنا كنت تقارن المقارنة مرفوضة. ليش؟ ليش؟ لكن كنت تقارن بين مرحلتين مختلفتين تماما. المرحلة الأولى كانت مرحلة أعضاء شرف، ناس تدفع من جيبها وتسام كل الأندية. شوف أنت أرجع الآن انتهوا، الآن المرحلة هذه مرحلة الأمير محمد بن سلمان، مرحلة النهضة الرياضية الكبرى، سواء تمارس سواء تنافس، هذه اختلفت تماما. الآن مرحلة أخرى، نوعية الرئيس في الوقت الحاضر تختلف تماما عن نوعية الرئيس في الماضي. كان الرئيس اللي في الماضي مين اللي بيطلعه؟ أعضاء الشرف، عنده فلوس، اللي ما كان فيه ثمن للكرسي 10 مليون 20 مليون، كنا دائما نكتبها أنه مثلا كرسي الهلال ولا كرسي النصر فيه مبلغ لا بد أن يدفع من قبل هذا الرئيس اللي يجي. الآن لا، الآن الكفاءة تفرض نفسها، ما عاد فيه تقول لي خبرة ما خبرة، الكفاءة تعال أنت شوف. الآن أنت لو تسألني الآن من هو أفضل رئيس نادي الآن، أنا على طول أقول لك ما شاء الله تبارك الله فهد بن نافل. ليش؟ الآن القاعدة اختلفت، الآن من يتحدث أقل يحصد أكثر. نعم صراحة. وخلينا هذا، وإن شاء الله مثلا شوف فهد بن نافل يا أخي أنا ما أعرف كيف صراحة، ما شفته بمقابلة نهائيا، يمكن أنا ما متابع، لكن يتحدث أقل وحصد هذه بطولة آسيا اللي عزوا اللي حاولوا فيها رؤساء سابقين يعمل أكثر. أيوه، لكن أنا صراحة نظلم المرحلة السابقة إن قارنا، ونظلم حتى المرحلة الحالية إن قارنا، لأنك أنت فرق، ترى فرق كبير. يعني أنا ما اتجهت بلما ترى للمقارنة بشكل المقارنة. أيوه. لا أنا أخذها كنجاح. كنجاح؟ أيوه. كل هذول ناجحين. يعني طب ليش مثلا الاتحاد ما نجح الان في ضمن الاتحاد في ضمن هذه المرحله اللي مدعومه لانه فعلا لانه بالفعل مع الاحترام والتقدير هو اقل نجاحا من اللي موجودين. يعني بعيدا عن خصوصا انه انمار يعني عنده تجربه ما هو جديد، تجربه ثلاثه تجارب في خلال سنه ونص، رئيس نادي، عضو مجلس اداره، ثم رئيس نادي. كان يفترض في المرحله الاخيره يوم جاء رئيس نادي انه انا شخصيا لما قلت هذا الرجل متحمس جاي اللي يبغى يصير رئيس معناه حيجيب بطوله. الان انت يعني النتيجه هي انت تحكم من خلال النتيجه والظروف اللي واجهت الظروف. احنا ما نتحدث عن ظروف، لكن على ارض الواقع ان الاتحاد سيء جدا، معناها الاداره غير موفقه. واحد زي فهد بن نافل جاب بطوله آسيا، خلاص انا اشوف هذه البطوله تكفي، حتى لو لا سمح الله ما حقق شيء السنه دي غير بطوله آسيا، هذه كفايه، هذه شهاده نجاح. نفس الشيء بالنسبه لرئيس النصر، رئيس النصر الان يتصدر، رجل لا يتكلم كثير جاء. احنا الحقيقه يعني حتى كنا استهترنا للامانه يوم جاء، انه جاي واحد من وين كيف جاء وما ادري ايش. انا نشوفه معه هو بطل السوبر، بطل السوبر، وبعدين الان بينافس كتف بكتف مع الهلال، فهذول صراحه ناجحين. هو الحقيقه يعني
التغيير حصل فوق ترى في الأندية الأربعة الكبيرة. صحيح. الأندية يعني ما دون الكبيرة كل التقدير والاحترام طبعا ما رؤساء ثابتين يعني رئيس التعاون، رئيس الرائد، رئيس الاتفاق، رئيس الفتح. الوحدة الآن اسم جديد موجود. أي لا بس خلينا نتكلم عن الأندية اللي حصل فيها تغيير اللي العين عليها الإعلام الجمهور الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بلا شك. الاتحاد والأهلي أخفقته على مستوى الرئاسة، على مستوى مجلس الإدارة، على مستوى الإشراف على كرة القدم. يعني الأهلي فريق مكتمل عناصريا جاهز للمنافسة، للأسف الشديد أنه يعني حدث الدمار من داخله، حدث التدمير مو بالدمار، حدث التدمير من داخله. خلافات بين الرئيس والمشرف على كرة القدم، والآن يظهر في المشهد الأستاذ عبد الله مؤمنة، ونتمنى إن شاء الله أنه يعني يقود الأهلي إلى منطقة أفضل أو في مرحلة أفضل. سؤالي ببدأ معي بس أكمل عشان أسلسل. في الاتحاد مثلا أنا مرة حالي يعني بالتأكيد ما أبغى أقول فشل لكنه أخفق، نقول أنه أخفق أخفق في إدارة نادي الاتحاد. يعني لما استلم أنمار الاتحاد من العام الماضي ترى الاتحاد كان لاعب على نهائي البطولة، فأفلت من شبح هبوط كان يهدده، فكان فريق يعني خلاص مهيأ راجع. كيف مهيأ؟ لا مهيأ، وأنت على مستوى المال أنت تأخذ المال من الدولة. كيف مهيأ؟ بس الفريق يعني أنت اتفق معكم في هذه الجزئيات بس معليش نتكلم عن الهلال والنصر جايين هم ابطال. لا 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 موجودين ما يخالف. اوكي هذه الاداره جت وان كانت قدمت عمل اتفق عمل مختلف لكن مقارنه مع انمار تبقى ظالمه شويه. يعني انمار العام الماضي ولا يعني وله ولاني ضده بس انا مع الكلام كفريق انا بس انا مع الاتحاد. العام الماضي كان الاتحاد الى يعني اخر لحظات يحاول ان يهرب من الهبوط في كارثه كادت ان تحدث. ممتاز وصحوا لي اذا غلطان لعب نهائي الكاس. صحيح. كأس الملك. كأس الملك إيه. انتهى الموسم. إذا خلاص مرحلة عدت فجاء اتحاد جديد الآن. المفروض إنه اتحاد جديد ما أقول خذ به الدوري. على الأقل نافس به. أنت ما ترجع لنفس المنطقة. أنت المال موجود. التغييرات والخيارات اللي تبغاها موجودة. كل شيء متاح. والتعديل حصل في النصف الثاني. بعدين شوف. إيه بس أكمل فكرة أبو علماء. نجي للهلال والنصر. الحقيقة إنه فيما يتعلق بالهلال. انه فهد بن نافل خذلني بصراحه وانا اشكر انه خذلني لانه انا واحد من الاشخاص الذين توقعوا ما ادري ان اعلنت ولا لا بس كان موجود داخلي هالشعور انه صعب يقود الهلال لاسباب كثيره ليس لانه هو على غير كفاءه لا لانه جديد على الوسط الرياضي ونادي مثل الهلال في عالم مليء بالصراعات من كل اتجاه ومطالب جماهيره كبيره ضغوط ايه طبعا كبيره ف أن يعني أنت تخيل أنه فهد بن نافل سيتعامل مع الوضع يعني بهذا الهدوء وبهذه السلاسة ويقود فريق لتحقيق أهم لقب على مستوى الهلال وأهم لقب على مستوى المملكة العربية السعودية بالتأكيد أنه أنا أحمد فهد خذلني وأنا أقول له شكرا لأنك خذلتني. ظهور إعلامي كان حتى فهو قاد فريقه بسياسة الهدوء. صحيح. عدم الصدام مع اللجان ومع الاتحادات، عدم الانسياق فيما يتعلق برغبة الجمهور. شيل فلان برضو الهلال ما يشيل الرئيس كمان. لا لا اختلفنا هذا بس في عمل في عمل ابو لما مثلا زي فهد بن نافل بس العمل تراكم يا ابو لا بس بقول جزئيات تهم توقيع عقود استثماريه كثيره كل شيء في النادي كل شيء يعني في عمل هو الحقيقه يعني هذه برضو ضمن النجاحات الحقيقه انه فهد بن نافل ادارها بمعزل عن ما كان يحدث سابقا طبعا مع التقدير لكل الذين سبقوه وحققوا انجازات وقادوا الهلال بطريقتهم المميزه والمعروفه عليها. نجي للنصر مثلا انا بختم بالاستاذ صفوان السويكتي السويكت يعني رجل رائع ايضا يتميز بالسمت وبالهدوء والنصر ترى مثل الهلال في ضغط جماهيري وفي ضغط اعلامي وفي ضغط منافسين بس الفارق النصر اثنين بس شخصين الهلال واحد اي بس في الفارق هذا بقول الفارق انه في النصر في عبد المحمد الحلافي ظاهر في الصوره واضح بشكل بارز يعني عبد المحمد الحلافي فيما يتعلق بالظهور الاعلامي حتى وان كان مش على مستوى الكلام بس في الملعب في التوقع العقود في ففي شخص يوازي سويكت اللي هو استاذ عبد الرحمن الحلافي صديق العزيز عبد الرحمن الحلافي بس يوازيه في الظهور اتكلم لا مو في الظهور في العمل في ما اختلفنا بس فريق كرة القدم لا نتكلم عن الإدارة هو العمل في سويكت هو العمل الإداري في النهاية سويكت وعبد الرحمن الحلافي هم يعني رجلين في رجل واحد يعني شخص واحد بس في الهلال ما في حد ظاهر ترى الهلال ما في حد ظاهر أبدا يعني إن لم يكن فهد بن نافل فما في احد يظهر حتى الذين يقولون انه الوليد بن طلال هو الذي يدير هذه العمليه فالشكر ايضا لمن لفهد بن نافل انه هو اللي اتخذ القرارات الانيه والفوريه واليوميه والى اخره حتى لو كان وليد ظهر ابو بدر فهد بن نافل
ولما سألوه على الجوانب الفنية قال أنا ما أتدخل في العمل الفني. رائع. سألوه في العمل الإداري والاقتصادي قال هذا ملعب. أرجع أقول أنا أجاوب هنا. أرجع أقول على أن الرجل مؤسساتي في أبختم لذلك في نجاح. هذه كانت جواتي أنا ما أدري قلتها في الهواء ولا لا ناسي يعني. كنت أتوقع أن فهد بن نافل ينجح لكنه خذلني ونجح ونعتذر له. ذكرتها العام أنت. ما أدري والله ذكرتها بس بداية الموسم. هنا كانت جواتي حتى لما ذكرت. أنا أشوف أنه المرحلة مختلفة تماما مثل ما ذكر أبو لما مرحلة سابقة كانت تعتمد بشكل كبير جدا على أعضاء شرف هم الذين يقودون الأندية هم الذين يرشحون. هنا سؤالي علي هل إحنا الآن إيه؟ انكسرت عندنا المقولة أنه لازم شخص معروف وعنده قوة وحضور ولا ممكن الآن أي اسم يكون موجود وعنده صحيح. دراية إدارية واقتصادية ويقدر يقدم النادي بشكل أنا أقول أفضل. أنا أقول اختلفت المرحلة لعدة أمور من ضمنها التنظيمات الجديدة اللي إيه؟ قامت فيها الدولة وقطاع الهيئة الرياضة يعني برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي والتنظيمات الجديدة والحوكمة والأمور الخاصة بلائحة أعضاء مجالس إدارة الأندية والمساهمات التضامنية وأيضا الدعم الكبير من قبل الدولة للأندية في المملكة العربية السعودية ككل وعلى على 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 رأسها أندية الدوري المحترفين. يمكن ضرب أبو بدر ودكتور عادل عدة أمثلة أنا بحيث أني أنا قريب من الشخص الدكتور صفوان السويكت أنا أول ما شاهدته دخل نادي النصر أول ما كان يرشح نفسه فكنت أقول أنا يعني في ظل الأسماء اللي جاءت هذه في تفاؤل عند الرجل حتى في تصريحه قال أنا متفائل بالملف الخاص أنت كنت متفائل؟ كنت موجود أنا لا هو متفائل أكيد أنه جاي عمل بيتفائل لكن أنت كنت متفائل لا ليش إيه؟ بس أنا عرفت مع شخص اسمه عبد الرحمن الحلافي أستاذ عبد الرحمن الحلافي نوجه له التحية شخص يعني معروف على الأقل في المشهد النصراوي موجود واشتغل مع إدارة الأمير فيصل بن تركي إدارة الأمير فيصل بن عبد الرحمن الأمير الوليد بن بدر لذلك هو قريب من المشهد أذكر يعني جيدا في إحدى المناسبات ما كان بارز في المشهد الرياضي إيه بالضبط لكن يعني أذكر في إحدى المناسبات عنده خلفية الأستاذ عبد الرحمن الحلافي يؤكد بأنه إحنا جينا لخدمة نادي النصر ولو كان فيه أحد يرغب في الدخول نادي النصر لا حضرنا أذكر نقطة جدا مهمة أنا أشوف إنه الدعم المقدم من قبل الهيئة العامة للرياضة وضوح التنظيمات وشفافية العمل وأيضا التعديلات الجديدة والتطور الجديد اللي صار في الهيئة هي تدعم أي رئيس قادم ممتاز. أنا وجهة نظري الشخصية أي فشل لأي إدارة يعود لفشل الإدارة نفسها لسوء الإدارة نفسها صح. الدعم موجود الآن بالتساوي لكل الأندية 50 مليون ثابتة 50 أنت مليون شغلك الإداري بالضبط 50 مليون الثانية متحركة من ناحية تطبيق الحوكمة وأدواته الحوكمة ممتاز. لذلك أنا أتمنى التوفيق وأيضا في نقطة جدا مهمة هذه كنت أفكر فيها اللي هي الهدوء وعدم ما نشوف تصريح زي مثل الموسم الماضي والتشنج اللي موجود واللي أثر على الجمهور بشكل مباشر أثر على الجمهور وحتى أثر على الإعلام صح. التصريح اللي خارج عن النص بغض النظر من قالها ومن ما قالها مثل ما قال الدكتور احنا ما شفنا فهد بن نافل ما شفنا تحدث الا بعد ما اخذ بعد ما وصل هنا في الرياض بعد ما اخذ كاس بطوله دوري ابطال اسيا وما شفنا الدكتور صفوان السويكت الا بعد ما اخذ بطوله السوبر السعودي ودائما احنا مثلا بما اننا مثلا انا اتكلم عن نفسي بما اني قريب واغطي نادي النصر ومهتم بالشان النصراوي من ناحيه العمل الاعلامي دائما احاول البحث من خلال اخذ الحصول على التصاريح ردات فعل الامور ممتاز. فدائما اجد الاجابه من الاستاذ عبد الرحمن الحلافي والاستاذ والدكتور صفوان السويكت بانه الملعب هو من يتحدث عن عمل اداره النادي نعم. لكن ما ننسى مثل ما ذكر في اسماء خمس اسماء يعني لما تشوف الاستاذ فادي مطوع تكليف في الموسم الماضي البون الشاسع ما بين نادي الرائد في الموسم الماضي اللي كان مهدد بالهبوط والآن يتواجد في المركز السادس الخامس ب 27 نقطة بل أنه أصبح الآن نظر المشجع الرائدي إلى المراكز الأمامية بالمنافسة والحصول على مقعد آسيوي. طيب حسن هل نقول أنه المقارنة ما بين اللي كانوا في الأول مع اللي موجودين الآن مقارنة ظالمة عطفا على جزئية أنه كان الأول هو اللي يدفع صحيح الآن لا الأمور في دعم كبير مختلفة طبعا أتفق مع كثير ما ذكروا الزملاء فعلا المرحلتين مختلفة لكن أحيانا الصورة الذهنية يعني مثل منصور البلوي في نادي الاتحاد مثلا أو في فترات معينة كانت مثلا الزويهري أو الأمير
خالد بن عبد الله او غيره يعني بالنسبه لنا الصوره النمطيه اللي كانت موجوده واللي تتكرر عند كل مشاهد الفشل اللي موجوده امام رؤساء الانديا اعتقد هي وين فلان وين يعني ليش احنا ما يرجع لنا المرحله الفلانيه هي الاشكاليه الكبرى رقم واحد رقم اثنين انا اعتقد انه دائما في رؤساء الانديا عندنا عدم استمراريه العمليه تقوم ويكون في نجاحات وتوقع اذا ما استثنينا نادي او ناديين هم اللي عندهم عملية الاستمرارية يعني مستحيل تلقاه مثلا بعيد كثير تلقاه السنة اللي بعدها يعني مثلا الهلال نضرب بمثال مستحيل يكون بعيد يعني في العشر سنوات الأخيرة مثلا على سبيل المثال لكن في أندية تغيب فجأة وتظهر فجأة إذا جاء رئيس جيد وعنده مال وأعداءه أقل وتصريحاته كانت معقولة يمكن يمشي الحال لكن في هناك فرق كبير بما يحدث ثانيا لا تنسى في الفترة الحالية إنه القضية أصبحت مختلفة تماما طبعا مجالس إدارة بالترشيح انتخابات لا تنسى أنه فيه يعني مسائل تضامنية في المتابعة نعم وفي الرصد مسؤولية تضامنية نعم لا تنسى أيضا أنه في الأموال محددة ومصروفة سلفا لا تنسى أنه مثلا الهلال والنصر أكثر فريقين استقرارا يعني عناصرهم هم العناصر للعام والمدربين تقريبا يعني نجح الهلال بدرجة كبيرة في رزفان مثلا ولكن على مستوى الأسماء و العناصر ما زالت كما هي تقريبا في فريقين وهذا يهدي الموضوع ويخليك نعم تعمل بشكل نعم كويس ولذلك هذا جاب بطولة آسيا وهذا جاب بطولة سوبر نعم وهذا واضح في المنافسة وهذا واضح في المنافسة في رضا يعني من الجماهير نعم لكن بدرجة أقل مثلا يجي الأهلي لكنه الاضطرابات الإدارية والقرارات الخاطئة وبعض الأمور يعني أثرت طبعا بالتأكيد وأخلت بتوازن أهلي اللي هو يعتبر ثالث اثنين قادر على المنافسة وعنده جاهز تقريبا للمنافسة لكن إجمالا استقرار كبير على مستوى الأندية فيه أريحية شوية في العمل في قرارات صحيحة كثيرة للأمانة في تصحيح واضح في قدرة على التصحيح يعني قدرة على التصحيح لكن ما زالت الصورة النمطية الموجودة عن رؤساء بعينهم تحضر متى ما حضر الفشل والمقارنات مستمرة مع الأسف حمد صالح أنا أقول خلينا نتكلم تبغى نتكلم عن الجدد ولا نتكلم لا بشكل أنا عام؟ تعرف أنا كيف أبغى الموضوع أنا أبغى هل الآن انكسرت هذه القاعدة بأنه الآن ممكن أي اسم يجي لهذه الأندية وفق الدعم الموجود أكيد ويحقق أكيد نجاح أكيد ما نوقف إحنا عند مرحلة معينة أكيد والدليل أنه حتى الآن الفريقين اللي حققوا بطولات خلال الموسم الهلال بتحقيق بطولة دوري أبطال آسيا مع الرئيس فهد بن نافل والنصر كأس السوبر مع الرئيس صفوان السويكت وهم النموذجين اسماء جديده وكنا مستغربين تواجدهم النموذجين الأميز هذا الموسم واللي يعتبر انهم هم الانجح بكل صراحه على مستوى الانديه السعوديه يعني انا حتى الثنائي كانوا يتميزون هالموسم بهدوء كبير جدا شعارهم كان العمل بعيدا عن الصخب او الحديث وهذا دائما انا اعتبره اي شخص يعمل بصمت ويسعى أنه يكون عمله هو من يتحدث أعتقد أنه النجاح دائما يكون حليفه فلذا يعني أنا أشوف أنه بكل صراحة الأستاذ فهد بن نافل الأستاذ صفوان السويكت اللي أيضا من خلفه الأستاذ عبد الرحمن الحلافي كسروا هالقاعدة سلطان أزهر في الوحدة ترى برضه سلطان أزهر أيضا صراحة يعني الفريق الآن يقدم مستوى مختلف في الوحدة عن كل مواسمها الوحدة الآن مركز رابع أو صحيح. تقريبا سوى شيء نكتة فهد مطوع كاسم يعني عنده خبرة لا شوف محمد القاسم فهد مطوع محمد القاسم فهد المدلج خالد الدبل أنا معجب بشخصياتهم الإدارية المميزة وقيادتهم لأنديتهم خلال خلنا نقول المواسم الماضية خالد البلطان لكن أنا أتحدث عن الجدد الأسماء الجديدة نعم اللي أنا أشوف أنها يعني حضرت وأعتقد أنها يعني أنا أشوف أنها تفوقت هذا الموسم بشكل كبير بالنسبة لي أعتبر الأنجح بحكم الإنجاز الكبير اللي تحقق للكرة السعودية كان من خلال الفكر اللي قاد فيه الهلال الأستاذ فهد بن نافل يعني أعتقد أنه سياسته الإدارية اللي عمل فيها من أول يوم حضر فيه إلى الهلال ساهمت بشكل كبير في تحقيق هذا الإنجاز اللي يجب أن لا يعني لا يبخس حقه بكل صراحة بالتأكيد أنه هناك من عمل داخل الملعب من ناحية لاعبين أو جهاز فني لكن أيضا الأستاذ فهد بن نافل قدم عمل مؤسساتي على الجوانب الفنية والجوانب الإدارية والمالية والاستثمارية بشكل مميز وكبير جدا طبعا الأستاذ فهد بن نافل لما يعني غير مستغرب أنه ينجح حينما
تعرف أنه خلفه مدرسة بقيمة وقامة الأمير الوليد بن طرار، اللي رجل أيضا خبير في الأمور الاستثمارية وأيضا الأمور الإدارية، تمرس من خلال هالمدرسة في الشركات الخاصة في هالفترة تحديدا. لما نشوف سياسة الهيئة العامة للرياضة وتطبيق مبدأ الحوكمة وتحويل الأندية إلى ما يكون أشبه بالشركات، أعتقد أنه فهد بن نافل كان الرجل الأنسب لقيادة الهلال في هالفترة تحديدا. بروح معك رئيس مررت بهذه التجربة أحمد العقيل، يعني أنا خليتك آخر واحد أساس أسمع منك بشكل أكثر عن هذه عن الفرق ما بين تلك المرحلة وهذه المرحلة وأنت تواجدت فيها. اليوم العمل بالنسبة لرئيس النادي أصبح أسهل ولا أصعب وفق المعايير أيضا اللي موجودة من هيئة الرياضة؟ لا شوفوا، العمل الآن أسهل، العمل الآن أسهل بكثير. يعني العمل السنة هذه أسهل بكثير، ولكن هو أغلب ما يواجه رئيس النادي هي الإشكاليات السابقة الموجودة، الإرث السابق الموجود، وأكثر ما يساعد رئيس النادي هو الإرث الموجود. بمعنى أن الأستاذ فهد بن نافل والدكتور صفوان السويكت نجاحهم المنقطع النظير نظير وجود إرث مميز للهلال والنصر من الموسم الماضي، ووجود بيئة صحية ممتازة في الناديين من الموسم الماضي، فبذلك الفريقين يعني ولا ننكر عملهم، ولكن عامل مساعد كبير لهم أنه البيئة في النادي، اللاعبين، الأجهزة الفنية، الطبية، الإدارية، كلهم موجودين، إضافة إلى حسن اختيار عناصر مجلس الإدارة. يعني الأستاذ فهد بن نافل ويعني إصراره على إبقاء مثل فهد المفرج شيء يحسب له، وقرب فهد المفرج من كرة القدم بشكل كبير شيء يحسب، وهو الخبير بكرة القدم في نادي الهلال شيء يحسب الفهد بن نافل. أيضا صفوان السويكت فريق بطل الموسم الاستثنائي، ما غير أظن إلا لاعب أو لاعبين، يحسب له المدرب نفس الشيء، الإبقاء على المدرب، كل هالأمور ساعدت عوامل النجاح. يعني ما أعتقد أنها ساعدت فهد بن نافل يا أبو عبد العزيز. تري ليش؟ فهد بن نافل لما حضر الهلال كان الهلال بدون مدرب، بدون مدير كرة، بس كان تواجد 12 لاعب أجنبي لازم تتخلص على الأقل من 5 لاعبين بمخالصات أو انتقالات. فريق خسر 4 بطولات في الأخير. شوف أنا ما أقول إن الهلال، لكن الهلال عنده اللاعبين، الهلال عنده يعني أهم الأدوات. إذا العامل البشري عندك، عنده أدوات، عندك عامل بشري، أنت العامل البشري موجود عندك. يعني الهلال ما أضاف في الصيف إلا اللاعب الكوري ونجح في رهان المدرب. أنا المدرب عندي التخلص من اللاعبين أبو عبد العزيز يعني أصعب للي ما معه فلوس، اللي ما معه أول صح، الحين لا الحين في الدولة. أنا حضرت بدون مدرب لا لا برضو لا تنسى مثلا، أنا إذا فهمتك يا حمد انه بحان حتى الموضوع الجماهيري ياثر فيه التخلص من الاسماء. اللي شفنا عموري ما اقول انها تسبب كثير من الجدل في الوسط الهلالي، ما اقول ان ما عليهم ضغط، لكن انا اقول من العوامل المساعده لهم. يعني فهد بن نافل او الدكتور صفوان السويكت لو راحوا للفيحة صاروا رئيس النادي بيحققون نفس النجاح؟ لا سؤال. لا طبعا سؤال. يعني انا احترم الاستاذ فهد بن نافل والدكتور صفوان السويكت من أفضل الناس، وأنا أتمنى لهم الازدهار في كل أمورهم. حلو. وفي الرياضة وفي قيادتهم للناديين هم أنهم يكونون نجوم الموسم. أيه. وبالفعل هم نجوم الموسم إداريا، واحد جاب البطولة الغائبة عنا، وواحد جاب للنصر بطولة السوبر وقادر أنه يحافظ على مكتسبات نادي النصر. اثنين هذولي لو راحوا للفيحة هل بيحققون مع الفيحة نجاح او مع العداله؟ بس هل اهداف العداله والفيحة غير عادله؟ بس كيف النجاح في الفيحة غير عادله؟ اي كيف وش قاعده النجاح في الفيحة وفي الانديه؟ انا اقول لك فهد بن نافل لا لا احمد وش القاعده للنجاح في الفيحة؟ انا اقصد وش الاهداف، وش الاهداف يعني في الفيحة؟ كيف انا اقول اداره الفيحة كانت ناجحه؟ حتى اداره الفيحة الاستاذ عبد الله ابان ما هي موجوده الان، هل قيمه ناجح ولا لا؟ عزيز اتوقع انه يقصد انه جال هو موجود الان على هو موجود ويقدر يقول وش الان. تدورون في فلك ما فهمتوه. انا فهمت واحد. انا اقول لك انه فهد بن نافل وصفوان السويكت وجدوا عندهم الماتيريال الموجوده، عندهم اللعيبه وعندهم الكوادر الاداريه الجيده. يعني فهد بن نافل حصل فريق صح ان عنده ضغط جماهيري اكبر من غيره، متفقين عليه. اسمح لي اسالك سؤال احمد، اسمح لي اسالك سؤال في النقطه، خليني بس اكملها بس اسال سؤال في النقطه. سم الامير محمد بن فيصل ترى لقى فريق جاهز، وين وش سوى فيه؟
انا طيب محمد بن فيصل تجربه سيئه، انا ما اقول لك هذا اللي يقصده، انا ما اقارن فهد بن نافل بمحمد بن فيصل. حلو، ما اقارن، بس انا اقول لك انه مو دائما اذا لقيت فريق فريق جاهز انه انت قادر تقوده، لما تقوده تعتبر انت اداري جيد. انا ما قلت انه اداري فاشل، لكن انا اقول انه هو اداري متميز، ساعده في تميزه وجود فريق جاهز. يعني صفوان السويكت اداري متميز، ساعد في انه يتميز وجود النصر بطل الدوري. هذا الكلام. طيب بس بقول لك شيء، بس محمد بن فيصل معليش ابو بدر، يعني احقاقا للحق محمد بن فيصل بعد قاد الهلال لتحقيق منجزات كثيره جدا، وكان صرف اكثر هو ووالده اكثر من 400 مليون ريال. محمد بن فيصل ونعم الرجل جاء في فتره معينه قد يكون سوء القرارات. شوف الامير محمد بن فيصل ونعم الرجل ونعم الرئيس وقاد الهلال في حقبه ذلك نتكلم عن طيب انا عرضت مرحله ومقارنه، بس بقول معلومه اذا سمحتوا لي، لو كل الاحترام والتقدير طبعا في هذا الاطار حسب مصادري مصادر برنامج الديوانيه، بانه بعض هذه الانديه منها انديه كبيره دوري المحترفين عندها منسوبي نادي، اتكلم عن المنسوبي بعض المنسوبين في النادي لهم 7 شهور 6 شهور الى الان ما استلم الرواتب. هذا خطا كبير، هذا في عمل مؤسسات احنا نتكلم. اوكي الفريق الاول واللاعبين والاداره كلهم عندهم المبالغ او استلموا رواتبهم وامورهم ماشيه بشكل سليم، نتكلم عن منسوبين منسوبين الاداره موظفين تقصد موظفين في بعض الادارات اللي موجوده طلعت مع الاهلي في أكثر من نادي عنده منسوبينه 6 شهور 5 شهور 7 شهور ما بعد استلموا أبو خالد. إذا المعلومة هذه أنا أثق في مصادركم، إذا المعلومة هذه موجودة بعض الأندية أنا قلت إذا هذه لو نادي واحد إذا المعلومة موجودة المعلومة هذه يعني أنا متأكد من مصادركم ومتأكد أنها أكثر من نادي، ما دامكم تقولون أكثر من نادي أنا أمشي معكم على طول. المفروض أن الهيئة تبين هذا في الحوكمة، من غير المعقول النادي يكون في معايير الحوكمة ماخذ أكثر من 2.5 من 5 وعنده 10 موظفين لهم 7 شهور 8 شهور ما أخذ الرواتب. وترى على فكرة عبد العزيز فيه ناس اشتغلت في الأندية الهلال والنصر ويمكن الاتحاد والأهلي، بس النصر والهلال لأني أعرف الأسماء بعض الأسماء كانت لهم مستحقات سابقة، مثلا في إدارة صفوان السويكت أكثر من شخص عمل سواء كإداري أو كفني الآن في إدارة السويكت للإدارة اللي أقصد عمل في إدارة سابقة وأخذ حقه كامل. يعني أنا أتذكر أسماء جيدة، ما ودي أذكر أسماء، نتكلم عن الإدارة الحالية الآن ناس موجودين في الهلال والنصر لها 4 شهور 5 شهور ما أعرف عن النقطة هذه، ما أعرف عنها شيء، ولكن اللي أعرفه أنا والجميع يعرفه أنه الأندية لاعبين محترفين وأجانب ومدربين كلهم ياخذون رواتبهم هذه من قبل الهيئه العامه للرياضه، وهذا اللي متعرف عليه حاليا. طب نروح لموضوع ثاني، اعلنت الانديه المشاركه اسيويا عن قوائم اللاعبين، خلينا نشوف تفاصيل اكثر حول الاجانب في كل قائمه في التقرير التالي. مع اقتراب انطلاق مسابقة دوري أبطال آسيا في نسختها 2020، أعلنت الأندية المشاركة في هذه النسخة عن قوائمها التي ستخوض بها المعترك الآسيوي، وهم أندية الهلال والنصر والتعاون وأخيرا الأهلي الذي تأهل بعد خوض مباراة الملحق أمام استقلال دوشنبا. وبحسب قوانين الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يجب مشاركة 4 أجانب فقط في قائمة الفريق، على أن يكون أحد الأجانب الأربعة آسيويا. الهلال كان أول المعلنين عن قائمته المشاركة آسيويا، والتي ضمت في مقدمتهم المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز والنجم الإيطالي سباستيان جوفينكو، بالإضافة للبيروفي أندري كاريو وأخيرا الكوري هيونسو. الممثل الثاني في هذه البطولة نادي التعاون، والذي كان الخاسر الأكبر في سوق الانتقالات الشتوية بعد أن أغلقت أبوابها ولم يتم التعاقد مع آسيوي حتى هذه اللحظة، مما يجعله النادي الوحيد الذي سيشارك في هذه البطولة بـ3 محترفين أجانب، وهم البروندي سيدريك أميسي والكاميروني توامبا وأخيرا حارس المرمى البرازيلي كاسيو أنغوس. أما النصر سيشارك في هذه النسخة بنفس الرباعي الذي خاض به دوري 8 في النسخة الماضية من البطولة، في مقدمتهم حارس المرمى الأسترالي برادلي جونز، والذي يعتبر اللاعب الأسيوي في القائمة، تلاه المغربيان عبد الرزاق حمد الله ونور الدين مرابط، وأخيرا البرازيلي جوليانو. رابع الممثلين الأهلي الذي أعلن بالأمس عن قائمته الآسيوية التي اختارها مدربه غروس، والتي ضمت الرباعي عمر السومة وديجانيني تفاريس ولوكاس ليما
وأخيرا يوسف البلايلي. طيب كان بروح لك ابو لما واسالك على القوائم في الاتحاد، بس يلا خلنا ندخل على القوائم. ندخل على القوائم. يرجع ايش زعلنا والله الاتحاد زعلنا. شوف القوائم طالعنا في القوائم ما في مفاجات. يعني اسماء متوقعه، خاصه النصر. شوف النصر الاربعه اللي بيعتمد عليهم في الدوري وفي كل المسابقات المحليه هم المرشحين، ما في مفاجات. والله اسمح لي ابو لما، يعني انا قلت الكلام العام الماضي وارجع اقول، يعني غياب لاعب زي بيتروس من التشكيلة الأسيوية أنا أعتقد اللاعب مهم. إيه بس عندك أربعة، أنت الحين هنا المدرب. يعني أنا أعتبر أفضل من جيليانو بالنسبة لي. ثلاثة لأنه عندك آسيوي غصب. أيه ثلاثة ولا أربعة. أنت الحين شو الخيارات؟ جيليانو. هو لا يقصد كلاعب يعني قائم. أيه كويس وممتاز، بس شوف طيب تشيل جوليانو. جوليانو أفضل من جوليانو. ولاعب كبير. طالما عندك أربعة فأنت في النهاية المدرب هو اللي يحكم. لكن ما في مفاجآت كبيرة. أيه. نفس الشيء بالنسبة للأهلي. أنا شوف الأهلي هم الأربعة الأفضل بالفعل اللي يختارهم المدرب. بس طرف النصر مثلا ممكن عنده المواليد، هو مستفيد من موضوع المواليد. صحيح. سجلهم تم تسجيلهم بعد ما تلقى اشعار. طبعا تم تسجيلهم دكتور بعد ما تلقى اشعار، وليس فقط نادي النصر، حتى الفتاح عبد الفتاح وايمن يحيى ومختار مختار علي كلهم مسجلين. وعلى فكره كل الثلاثي هذولي لعبوا مع المنتخب السعودي سواء كان مباريات رسميه او حتى مباريات وديه. بنواف، هل كان في تعديل جديد على المواليد بالنسبه للاتحاد الاسيوي والتسجيل؟ الاتحاد الاسيوي انا اظن انه جاء تعديل بالتفاهم مع الاتحاد السعودي لكرة القدم وبعض الدول الأخرى، بأنه اللاعبين، أنا ما أعرف شو الطريقة، لكنه بما أن اللاعبين يشاركون مع منتخباتهم في بعض البطولات يحق لهم المشاركة في هذا الموسم تحديدا بعد الإجراءات معينة. حمد، العام الماضي أحمد الأمير لما كان مستشار قانوني في نادي الاتحاد، صحيح، سعى في معاملتهم أنه يلعب هارون كمارا إلى أن جاب الحق من الاتحاد الآسيوي. في اللحظة الأخيرة رفض الدرت حدنا تلعبه. اليوم يتكرر نفس المشهد مع النصر، نفس الإجراءات. لا شوف النصر أنا أعلمك أبو بدر، أنا أبخس والله، تكرر نفس مع الإجراءات وبنفس الإجراءات، نفس اللي كان العام الماضي محرون كمارا سووه النصر. لكن في فرق. لا أعتقد صار في تعديل. أعلمك الفرق أبو بدر. أنا أقول لك شوف، أنا أعلمك الفرق أبو بدر. الفرق إن الاتحاد ما أخذ موافقة رسمية خطية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أنا مطلع على أوراق كاملة. أنا مطلع الآن. لا مطلع على أوراق الاتحاد. لا شوف، هو نادي الاتحاد مطلع عليه المخاطرات. لا الاتحاد ما له علاقة. إيه، وماخذين موافقات كاملة. الفرق أبو عبد الرحمن ولا قاطع. الفرق بشجاعة الإدارة. النصر بس. لا الفرق إن النصر تم ما بين الاتحاد السعودي ونادي النصر والاتحاد الآسيوي كان في مخاطبات طيلة الفترة الماضية. الى حين انتفى بعض الشروط اللي هي كانت تقف عائق عن ال العام الماضي علي رئيس الاتحاد شو اسمه ياسر مسحل طلع وتكلم عن مشاركه اللاعب الاسيوي واللي هارون كمان سالوه قال ما ارى فيها شيء، انا شخصيا ما ارى فيها شيء. اذا كان مع المنتخب حخليه يشارك. اي حخليه يشارك. لا شوف، هو كان نقادر على المشاركة. كان النظام واضح بالنسبه لهارون كمار، كانت مشاركته مع المنتخب في الجانب الاولمبي. نعم. في ذكر الفتره والاتحاد أو المجلس الأولمبي الآسيوي يسمح بمشاركة اللاعب المواليد بدون البحث في هويته داخل البلد. هذا صحيح، هذا كلام صحيح. المجلس الأولمبي الآسيوي لأنه كانت البطولة الأولمبية تابعة له. أما الاتحاد الآسيوي فهو يسمح بناء على مخاطبات، لكن لو احتج نادي على أنه هل اللاعب هذا لديه بطاقة مثلا أحوال أو بطاقة مدنية، في هنا تتضح المشكلة. يعني أخوي حسن، أنت تقول إنه ممكن النصر الآن لو لاعب مثلاً نعم يحتج عليه ممكن يقبل احتجاج يحتج النادي، لكن الاتحاد الآسيوي يسمح. يعني مثلاً لكن لو احتج نادي وقال اللاعب هذا لا يملك وفقاً للائحة بطاقة هوية وطنية، قد يكسب الاحتجاج. نفس هذا الكلام قالت إدارة الاتحاد العام الماضي. هذا هو حاصل. أنا وصلني بس تعديل للنصر. وصلني الآن تعديل الآن. يقول لك أحد العاملين في الاتحاد السعودي لكرة القدم ببطولات الآسيوية للمنتخبات بكل فئاتها لها شروط لتسجيل اللاعبين. الاتحاد السعودي لكرة القدم استوفى هذه الشروط، أوكي، وأصبح أي نادي لديه لاعبين مواليد مميزين يلعبون مع المنتخبات سجلوا سعوديين يحق للنادي إدراجهم أسماءهم في البطولات الآسيوية الخاصة للأندية كسعوديين. نعم. أنا إذا بتكلم عن قوائم الأندية الأربعة، طبعا الهلال والأهلي
تقريبا هم المعتادين، ان كان بعض الهلاليين يرون ادواردو اكثر من جوفينكو او جوفينكو وادواردو بينهم يفاضلون بينهم، لكن الثلاثه ثابتين اللي هم جوميز وكاريلو والكوري والكوري. الاهلي نفس الشيء، الاربعه هم الافضل تقريبا الموجودين. النصر انا بالنسبه لي انا احمد العقيل انا افضل بيتروس طبعا قبل جوليانو، لان جوليانو لاعب مكمل في الهجمه، لكن يبدو لي انا ان وجود اربعه محاور سعوديين بالضبط في النصر، الخيبري والجبرين ومختار والدوسري، هذول اربعه محاور، بينما جوليانو ما معه الا يحيى الشهري اظن عبد العزيز الدوسري او عبد العزيز الدوسري، بس ما يعني ما حتى بس كخيار موجود لا موجود في القائمه، بس بس ما يعني في فرق لما يكون عندك لما يكون لك صانع لعبه، لما يكون عندك انت في مركز فيه اربعه سعوديين ومركز ما فيه الا واحد سعودي اللي تعرفه، اثنين ذول جدد الغنام وذا، حرام انك وجانب فني يعني المسألة. فانا اتوقع الشخصي المدرب فضل جوليانو على بيتروس عشان الشيء هذا. التعاون ترى من العام الماضي هم فضل، من العام الماضي هم فضل. لا 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 لا، اول المرحله الاولى من ذا ما كان بيتروس. كان مايكون وكان الحارس، لا اكثر بيتروس ما كان في خياراته من العام هم فضل، يعني بيتروس ذا ابدا من العام الماضي يعني ما كان في ضمن خيارات ابدا، على اعتبار ما قال، هذه وجهه نظر طبعا فنيه، ولكن طبعاً ما قال اتفق معها طبعا لا بس اقول لك من العام الماضي هو ما بيتروس مش خياراته. بالنسبه للتعاون استغرب عدم وجود لاعب اسيوي صراحه، يعني دائما احنا نشيد باداره التعاون والاستاذ محمد القاسم وما يقدمونه من عمل، لكن غياب اللاعب اسيوي صراحه ما هي يعني غريبه عليهم. كنت اتمنى انهم يعني خاصه في عندنا العراق، عندنا سوريا، عندنا الاردن، كلها فيها لعيبه كويسين، كان المفروض انهم يعني اي لاعب من هالدول. ما في مفاجات حمد في القوائم، هي الافضل بالنسبه للانديه ابدا. انا بالنسبه لي جميع الانديه المشاركه اغلبها كانت خيارات منطقيه وفق احتياجات كل فريق للبطوله تحديدا، يمكن باستثناء صراحه يعني انا اشوف انه يعني اتفق طيب. مع ابو عبد العزيز في موضوع التعاون، خلل كبير في انك تشارك في البطوله بثلاث لاعبين فقط وانت مسموح لك المشاركه باربعه لاعبين، وانت طيب. تعرف من الموسم الماضي انه عندك مشاركه اسيويه، فالمفترض انه يعني اخذتها في عين الاعتبار وبحثت لك عن خيار اسيا ومن ضمن السبعه لاعبين اجانب. طيب عندي على الهاشتاج بس سؤال بساله احمد الفهد، هو موجه لاحمد الفهد بس انا بساله احمد الفهد. المعيقلي يقول سؤال لضيوفك يا ابو خالد، لو الاهلي حقق احد بطولات المملكه ماذا سيكون إجابتهم، نجاح الإدارة أم فشلها؟ إذا افترضنا أن أي بطولة يحققها النادي يعني نجاح الإدارة، وهل هناك من بين ظروفك من يجزم بأن الأهلي لن يحقق أي بطولة هذا الموسم؟ أتمنى الإجابة. أنا جابتي إذا تتسني أنا قلتها. أنا كنت أقول قلت الخلاف اللي كان بين وقتها، قلت الخلاف اللي بين الأمير منصور وبين المهندس أحمد الصايغ إلا ما يوصل للاعبين، ما في لا نفكر الموضوع معزل. سؤال مباشر الان، سؤال مباشر. انا اقول لك، انا قلت اقول لك اذا صار الاهلي في نهايه الموسم بطل احد البطولات بتقول الاداره كانت ناجحه ام طبعا نجح؟ انا اقول لك عناصر كويسين في الاهلي، ترى الاهلي عناصريا مكتمل، فريق بطل اصلا ينافس، لازم تقود اداره يعني على اقتدار تقود فريق بطل. اذا قادت فريق بطل اكيد الاهلي قادر يلحق يعني وياخذ بطولات موسم. احنا ما نتكلم عن، لكن لو تجيب لي الحين واحد يعني جيب لي الاتحاد تقول لي اذا اخذ البطوله بقول ما راح ياخذ البطوله. طيب. فريق الاتحاد كانت تعبانه، تعبان فريق طيب. كله اداريا وفنيا يعني. بما اني فتحت موضوع الاهلي بس بشكل سريع حسن، في البدايه سالت ابراهيم القاسم على ما حولته هيئه الرياضه لجنه الاحتراف وينتظر يعلن صحيح. بالنسبه للاهلي شوف انا اقول انه ما دام انه ذكر في بيان الهيئه نقطه ثالثه بتحويل بعض الملفات الى لجنه الاحتراف لدراستها، فهي مؤشر على أنه هناك في دراسة وفي عقوبة قادمة. ناهيك عن العقوبة اللي صدرت فعليا في إسقاط عضوية الرئيس وإسقاط عضوية العضو أحد الأعضاء اللي هو محمد الجهني، وبالتالي أنا أتوقع أنه ما زال العقوبات بقية، وربما نسمع في الأيام القادمة عقوبات خاصة على مستوى العقود التي أبرمت في فترة الإدارة السابقة. هذا يعني إن شئت تقول يعني معلومة وإن شئت نقول قراءة، فهي كل الأمور صحيحة. الجانب الآخر معلومة ولا قراءة؟ والله هي كذا وكذا نص 50-50. ما تجي يا قراءة يا معلومة، ما تجي الثنتين. طيب خلها قراءة عشان نسلم من الأمر الآخر. ترى بالنسبة للأهلي أنا أعتقد جانب الإصلاحات بسيط في الأهلي حتى يكون في الطريق الصحيح، عقود اللاعبين، مقدمات البعض اللي ما استلمت، الجلوس معهم، مدير فريق ممتاز ومميز،
اللغة اليوم بين الرئيس وبين الأمير يبدو أنها في الاتجاه الصحيح. مباراة الاتفاق وقرص قد يكون موجود، إذا طبعا أنا أعرف أنه جلسوا مع الرجل و يعني كان في لغة تفاهم جيدة حقيقة. باقي قرص مع باقي مباراة الاتفاق، لكن ربما لو أنه أخفق في مباراة الاتفاق ولا قدم نتيجة ولا أصر على بعض قناعاته الفنية ربما يكون خارج له. حيرتني. جل على أعصابه. ما فهمت والله. كروس على أعصابه. لحظة حسن. مباراة الاتفاق. هل هو بيجلس؟ أنت قاعد تجيب معلومة ولا ما تواثر؟ يعني أقول مباراة الاتفاق. يعني أبو خالد. لم تكن لا أقول النتيجة. يعني هو كروس. النتيجة القادمة بتأثر عليه ولا لا خلاص اتفقوا الجماعة واتفقوا على إنه بيجلس. اتفقوا معاه وقالوا له 1-2-3 وهو قال نعم. أنا ريحك أبو عبد الرحمن، إذا تعادل الأهلي أو خسر كروس من ملعب الشرايع المطلوب من الكادر. يعني كروس خلاص مو مرضي عليه. خلص كده. طيب خلونا نروح لمواجهات الغد، المباريات اللي راح تكون غدا طبعا في هذا الجرف. نشوف الضمك امام العداله، التعاون امام الاتحاد، والهلال يستضيف الرائد. تفاصيل هذه المواجهات في التقرير تابع. ضمن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تنطلق غدا الجولة 17 بثلاث لقاءات، فعلى ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز بالمحالة يستضيف ضمك فريق العدالة في لقاء يسعى من خلاله الفريقان للنقاط 3. فضمك والذي يتذيل ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط يواجه العدالة صاحب الترتيب 14 والنقاط 11. الفريقان بدأوا الدور الثاني بنقطة لكل منهما بعدما تعادل ضمك مع النصر وتعادل العدالة مع الأهلي. وعلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز الرياضية في بريدة يستضيف التعاون فريق الاتحاد، ويسعى التعاون للفوز بنقاط المباراة والوصول للنقطة 30 ومواصلة المنافسة، فيما يحاول الاتحاد تعديل أموره والفوز باللقاء، خصوصا وأن العميد لم يتمكن من الفوز في آخر 6 لقاءات ليستقر به الحال في المركز 12 برصيد 16 نقطة. وفي الرياض يستضيف الهلال فريق الرائد على ملعب جامعة الملك سعود في لقاء تأكيد الصدارة للهلاليين والوصول للنقطة 38، لكن الرائد والمنافس على المراكز المتقدمة يعيش أفضل فتراته هذه الأيام ويسعى لخطف النقاط والمركز الرابع. 3 لقاءات تبدأ بها الجولة 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قد تحدد هوية المتصدر ومتذيل الترتيب. طيب خلينا نروح للمباريات ونشوف الضيوف. خليني ببدأ من عندك حمد صويلحي. ضمك العدالة أعطيني عليها ضمك والعدالة أنا أكيد أعتبرها مباراة 6 نقاط صراحة. أنا أعتبرها مباراة 6 نقاط متنافسين على المرشود. ضمك والعدالة بينهم نقطة 10 و11 نقطة تقريبا في المراكز الأخيرة، بالتأكيد أنه الفائز منهم حنا نبي توقعك بسرعة بيبتعد عن ال قال بس مع بن زكري ولا لا؟ على المرشود شد العدالة بن زكري واصل النجومية عشان ينبس عايش يشجع العدالة بكرة واصل النجومية وينتصر. أيضا شجع العدالة بكرة. أي العدالة بكرة. أبو خالد أنا أشوف أنه بكرة المباريات من أول يوم بتحدد تقريبا صحيح. هوية يعني تنتهي الجولة وبكرة تنتهي بينتهي الوقت وإنه ما لا بتحدد هوية خلني أقول لك المراكز الأخيرة والوصيف من طيب عطني على التعاون والاتحاد. التعاون والاتحاد توقع على طول. أتوقع التعاون. الهلال الرائد. الهلال أبو عبد العزيز المباريات ضمك العدالة. ضمك العدالة لازم واحد يفوز، إذا تعادل بيخسرون 2. أنا أروح أنه ضمك يفوز. التعاون للاتحاد. التعاون للاتحاد الاتحاد محتاج المباريات أكثر بس وضعه الأخير المباريات الأخيرة ما بقادر يسجل. ولا هو بالتعاون برضو في عافيته. إيه بس ما بقادر يسجل. طلعت نتيجة. مو بقادر يسجل فأقرب لها التعاون. الهلال الرائد. الهلال الرائد بتكون مباراة ممتعة وأتوقع أنها مباراة الجولة فنيا. نعم. لكن بيفوز الهلال بصعوبة. أبو عبد الرحمن ضمك العدالة التعاون الاتحاد الهلال الرائد. تعديل أول شيء الجولة تقدمت عشان نتسهل الوقت تمام الأندية بشاركة آسيوية. الأندية طبعا المتوقع أنها تفوز العدالة الهلال التعاون. أبو لمة على 3 مباريات فوز الهلال والاتحاد
وتعادل ضمك والعدالة. والاتحاد وانت واثق يعني؟ فوز الاتحاد وفوز الهلال وتعادل ضمك والعدالة. تبغى تعتبرها أمنية توقع؟ طيب أبو بدر. الهلال التعاون ضمك. الهلال التعاون بن زكري. الهلال حلو أكيد. إذا ما توقع العدالة لا تسميني احنا. يلا. لا أنا أتوقع العدالة. لا لا دقيقة دقيقة أنا بعطيك توقع علي المرشود. دقيقة الرايد. العدالة الاتحاد. طيب أنا بعطيك بالتعاون الاتحاد. أنا بعطيك بشكل سريع التعاون الاتحاد. لما تشوف الغيابات اللي في التعاون إصابات حسن كادش على زبيدي على في إصابات في التعاون وفي تحفيز من الاتحاد على اعتبار أن مباراة مهمة للاتحاد والتعاون. يعني لكن كويس. أنا أتوقع في 2-1 الاتحاد. ممتاز. مباراة الهلال والرائد اختبار حقيقي لمدرب الرائد. الرائد قدم نفسه بشكل مميز مثل ما ذكرنا وهذه متكررة دائما نتكلم فيها. امتحان حقيقي واختبار حقيقي للعبة الرائد وأيضا مدرب الرائد وتوقع فوز الهلال بصعوبة 2-1 مباراة العدالة وضمك خلت عادل العدالة أفضل أبقول ضمك كويس ضمك متحسن مع العدالة ما لها رب العدالة العدالة هو قال العدالة قلت له أنا حساس في الموضوع هذا واحد للأهلي الاهلي قلبي مع الاهلي انا اقول ان العداله عنده لاعبين مميزين المهاجم انا والله ما ادري ايش اسمه المهاجم ابو شعر اشقر اوكي طيب يعني لاعب مميز جدا 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 3-1 مين العداله كويس داعم قوي للعداله وانت ما قصرت مع بن زكري ما شاء الله عليك شكرا لكم ضيوفي على وجودكم اليوم معي في الحلقه تسرع كل الاراء المطروحه شكرا لكم وانتم على المتابعه في امان الله